سنة والإخوان بأنواعنا. انا راني بارطاجيت باقيين اون ستوديو لا لا دخلنا دابا المباشر. دابا داكور يلا بداو يدخلوا دابا الإخوان، نتسناو بين ما دخلوا بعض الإخوان. دابا يلا كي نشوف ايه سبع أشخاص دريا إن شاء الله. يبان لي غير نبداو ديك الساعة اللي بغا يدخل هاديك الساعة غادي راه بداو كيدخلوا الإخوان. أول حاجة مرحبا بك سي أنس، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك شكرا على تلبية الدعوة. على هاد رحلة برنامج الساعة. الإخوان درناه إن شاء الله تقريبا، لا ما خيبناش الله، إن شاء الله كل أسبوع كل جمعة نستضيفوا واحد من مولوع مواليع ولا الاشخاص المعروفين صراحه في التربيه ديال الطيور، وماشي غير نقتصروا على التربيه ديال المقنين، ان شاء الله اي مجال في التربيه ان شاء الله غادي نديروه. التربيه ديال الطيور كتبغي اول حاجه لما كانش طائر بصحه جيده ما عمرنا ما غادي ننتجو من هذاك الطائر وما غيعيش معنا هذاك الطائر. داكشي علاش كنديروا هذه المواضيع ان شاء الله، باش يكون المربي ولا المربي المبتدئ على درايه بهاد الامور اللي هي كنشوف انا هي اساس الولاعه، بحال النظام الغذائي، بعض الامور اللي غندويو عليها ان شاء الله اليوم هي الوسط اللي غيعيش فيه الطائر، وبعض الامراض اللي كان شائعه الامراض اللي كنشوفوها ديما ان شاء الله الطريقه ديال التشخيص، ونشوفوا بعض الصور ديال الامراض ان شاء الله والعلاج الممكن. العلاج راه كاين بزاف ديال الشركات، نشوفوا العلاج على حساب التجربه ديال سميتو المربي اللي معنا ان شاء الله. سي أنس ممكن تعطينا واحد النبذة على تاريخك مع الولاعة باش الإخوان يتعرفوا عليك؟ السلام عليكم ورحمة الله. و يعني القصة ديالي مع الولاعة راه كتمتد لواحد، يعني بلا مبالغة، لواحد 30 سنة. نقول من 91 بديت الإنتاج ديال الميسترو. كان أول زوج عندي ديال المقرن مع الكناري في 91، وبقات المسيرة عشق لا ينتهي كي تنقولوا. بقات العلاقة مع المقنين ومع الكناري، واني كيبقى المقنين بالنسبه لي انا هو الرقم واحد في الولاعه. يعني كي كتعرف الثقافه ديالنا ديال العلاقه مع المقنين كانت ديما من اجل كتربي طير ولا جوج ولا حتى 10 باش كتصنت عليه. يعني كانت العلاقه على حساب الكلام، وفي نفس الوقت يعني الانتاج اللي كان في المقنين كان كيختصر على الميسترو، يعني على الهجين. يعني هذه المساله هذه راه من نقولوا حنا من بدايه الثمانينات وهي كاينه. انا شخصيا عندي واحد لادات اللي معينه اللي هي 92، كانت يعني السنه ديال الباك ديالي كنعقل، هي كانت اول تجربه ديال الهجين. ومن بعد راه بقات المسيره مستمره. اول التجارب كانت بالنسبه للتزاوج ديال المقنين، هي كانت يعني كريه. غادي نهضروا على سنة 1998 اللي كنت انا واحد السيد هشام ديال ايطاليا، كنا درنا اول هجين عكسي ودرنا حتى تزاوج ديال المقنين. ومع مرور الوقت ويعني مع داك السيد نيت، يعني كان داكشي ديال يعني كانت التربيه ديال الحمام فوياجور، وهنا بدينا كنتعرفوا على الادويه وعلى لي تريتمون، وعلى لان الناس ديال الحمام سبقونا لهذا الشيء ديال لي تريتمون. وهنا كان احتكاك مع يعني مع لي تريتمون، مع الادويه اللي كتستعمل وهذا، واللي بدينا كنادابتوها حتى حنا بحال الناس ديال اوروبا. حتى في اوروبا نفس الشيء راه بداو يعني كان التداوي اكثر في الحمام، وعاد داز للطيور. يعني الانتاج ديال المقنين بالضبط، يعني في التجارب الاولى كان نقولوا نهضروا على 2007 2008 حتى الرجوع ديال الرباط.
كنا نجنا يعني وصلنا يعني النتائج الاوليه، ولكن كان مشكل كبير ديال الموز ديال الفراخ. فمع احتكاك مع اخوه وهذا، وبداو كيبانوا يعني لي برودوي، يعني كنا كيف ما كان الحال باقي بطريقه طبيعيه. نقولوا حتى 2011 عاد بداو النتائج الاولى ديال الطيور كيبقاو كيدوزوا العام يعني وكنلقاهم عام اخر. فهذه ومن ذاك الوقت ولات يعني بقات المسيره في انتاج ديال المقرين حتى الحدود 2016، فين بدات يعني ولا عاود احتكاك مع الطفرات ديال البارفا المغربي، والتجربه راه باقا مستمره ان شاء الله. هذا ما كان تبارك الله عليك سي انس. ان شاء الله اليوم بغينا ندويو على الانتاج الحسون في الاقفاص، يعني غندويو على غرفه ديال الانتاج ديال الطيور. شنو هي الامور اللي خاص الواحد المربي ينتبه لها؟ غندويو على واحد مبتدئ يلاه باغي ينشا غرفه ديالو، ندويو على الاختيار ديال المكان. عاد دابا الاغلبيه غياخذ غرفه من المنزل، شنو هي الامور اللي خاص ينتبه لها المربي باش اختيار ديال الغرفه من ناحيه زعما الشمس والامور بحال هادشي؟ إذا بغينا نهضروا على الوسط ديال الانتاج، لان ملي كنهضروا على يعني غرفه الانتاج، فكنهضروا على واحد سكون ابل ان ميليو كونترولي، يعني واحد المجال اللي حنا كنتحكموا فيه. فملي كنهضروا مثلا على، واخا ما غاديش نخرجوا على الموضوع، انما ملي كنهضروا على السلاكه، يعني ملي كنديروا اون فوليير كبيره وكنطلقوا فيها الطيور اون فراك، راه ما كيكونش واحد ما كنكونتروليوش الازواج، ما كنكونتروليوش بزاف ديال المسائل. فملي كنهضروا على ان ميليو كونترولي اللي هو الاقفاص او اللي هو لي بوكس، فكنتحكموا في الازواج ديالنا وكنختاروهم بطبيعه الحال. يعني كنهضروا على واحد الغرفه خاصه بالطيور. باش كنهضروا على الغرفه خاصه بالطيور، خصنا واحد المينيموم اللي يكون في ذاك الظروف اللي كاينه. فاول حاجه هي يعني الاضاءه. كل ما كانت الاضاءه مزيانه، كل ما كانت ذاك الغرفه كتستقبل يعني طلوع الشمس والغروب ديالها كل ما كان احسن. علاش؟ لان المقنين في الانتاج ديالو ولا في التربيه ديالو خصنا نحترموا لي سيكل. فكيف نقولوا واحد فتره البداله، فتره الراحه، فتره يعني يعني الحياتيه ديالو، اننا نوجدوه للانتاج وثم فتره الانتاج. فكل مرحله من هذه المراحل كاين واحد العلاقه مع الاضاءه. ذاك العلاقه مع الاضاءه خصها تكون كل ما كانت طبيعيه كل ما كان احسن. وحتى ملي كنديروا واحد الغرفه الانتاج ولظروف معينه او لاختيارات معينه ما كيكونش الاضاءه كتكون طبيعيه، في ذاك الاضاءه الطبيعيه خصنا نحترموا لو سيكل ونحترموا واحد العدد ديال الساعات الاضاءه بحال داكشي اللي كاين في الطبيعه. فانا كنفضل كل ما كانت الاضاءه طبيعيه كل ما كان احسن. فالغرفه كل ما كانت كيدخلها الضوء مزيان راه ممتازه، كان احسن اذا كانت كتدخل لها الشمس. إذا دخلت الشمس راه كان أحسن، وهذا الشيء كيعطينا واحد المجال مزيان ديال التربية ديال الطيور ديال المقنين في الأقفاص. الحاجة الثانية اللي خصنا نشيروا لها هو أنه في واحد لاسال ديلفاج خصنا ديما ما يكونش اكتضاد، لأن الاكتضاد ديما تيعطي، ماشي ضروري الاكتضاد هو الاكتضاد في قفص واحد، ولكن مثلا واحد نقولوا مثلا واحد الاسباس ديال 3 متر على 3، الا درنا فيه مثلا 30 كوبل راه غيكون عندنا مشكل الاكتضاد. غادي نحداو مع التهويه، غادي نحداو مع بزاف المسائل، ولكن غيكون مشكل الاكتضاد. فكل ما ديما خصنا نحسوا بلي راه داك الطيور ما عندهمش اكتضاد، داك المجال اللي حنا فيه نديرو فيه يعني نخليو فيه الطيور على قد داك المجال اللي حنا فيه. حاجه الثالثه من غير الاضاءه هي يعني المهم كاين الاضاءه، كاينه واحد المساله اللي كيشيروا لها الناس بزاف اللي هي درجه الحراره. على حسب المعرفه ديالي وعلى حسب التجربه ديالي، درجه الحراره مزيان تكون معتدله، ولكن واخا يكون درجه الحراره منخفضه راه ما كاينش مشكل بالنسبه للمقنين. داير كنشوفوا في اوروبا راهم كيكونوا في موان زان وموان دو وموان تروا حتى الموان 5 وما كاينش المشكل. المشكل في البروده اللي كاين هو ديال يعني التيارات الهوائيه هما اللي يمكن يخلقوا مشكل، اما بالنسبه للبروده ودرجه الحراره راه ما كاينش المشكل. كاين واحد الحاجه اخرى اللي خصنا نردوا لها البال بزاف، اللي هي الهيوميديتي، اللي هي الرطوبه، نسبه الرطوبه في ذاك لا سال ديال الفاج. فنسبه الرطوبه اللي هي لا موين اللي خصها تكون ما بين 60 و 64،
فإلا كنا في 55 مثلا رحنا مزيانين قرب لا موين، كنا في 70 رحنا قرب لا موين، قل أو لا أكثر راه عندنا مشكل. المناطق الساحلية كتكون مرتفعة فيها بطبيعة الحال درجة درجة الرطوبة، فدابا الإخوان يعني نقدر كاين داك اللي كاين دابا دي كاين دي جادجيت ديال اللي كيعطيونا درجة الحرارة ودرجة الرطوبة اللي ما كيفوتوش واحد 250 حتى 300 درهم، وكتقدر تشوف فيه درجة الحرارة اللي عندك ودرجة الرطوبة، فهذيك كتعطيني واحد الفكرة على لو دوغري دوميديتي اللي عندنا في لاصال، ودرجة الرطوبة خصوصا في هذه المرحلة ديال الخريف ولا ديال الشتاء راه كتكون مرتفعة خصوصا في المناطق الساحلية، وكتخلق لنا مشاكل كثيرة، كديكلونشي كوكسيديوز، كديكلونشي مجموعة ديال الأمراض. فديما خصنا نراقبوا بطبيعة الحال الإضاءة، ونراقبوا المسألة ديال الهيوميديتي. كيفاش غادي نقاوموا الهيوميديتي خصوصا في المناطق الساحلية؟ أنا تنقول لي غيدير مسوال ديال الفاج وغيدير طويرات وغيدير يعني أقفاص وباختيارات معينة، خصو يراقب وخصو يتحكم في ديك درجة الرطوبة. كاين دابا دي ماشين دوك لي ديزيوميديفيكاتور أو لا مزيلين الرطوبة اللي كيعطيونا اللي كيردوا لنا اللي كيتحكموا في ديك لاصال بحال ان كليماتيزور، وكنخدوا الريغلو مثلا على ديك درجه الرطوبه اللي بغينا مثلا 64، وكيبقى خدام اوتوماتيكو ملي كيوصل لديك الدرجه كيحبس، وبهذه الطريقه كنتحكموا في لاصال ديال الفاج ديالنا، وكنتحكموا في لو دوغري ديال لوميديتي اللي كاين في ديك لاصال ديال الفاج. اذا باش نختصروا، قلنا خصنا نختاروا الاضاءه، اذا كانت اضاءه طبيعيه وعندنا الاختيار ديالنا نخدموا باضاءه طبيعيه مزيان، فالطيور كينعسوا مع غروب الشمس وكيفيقوا مع طلوع الشمس، لو سيكل كيكون بحال الطبيعه دونك كيبقى غادي هو نفسه. كنا درنا اختيار ديال الاضاءه الاصطناعيه، اما الاختيار باش نبداو بكري او لا، حيت لاصال ديالنا ما عندناش فيها الاضاءه، فإلا كنا كنديروها خصنا ضروري نحترموا لو سيكل. الا غنزيدوا في ساعات الاضاءه خصنا نزيدوهم بواحد الطريقه بروغريسيف، كل سيمانه مثلا غادي نزيدو 5 ديال الدقائق وحنا طالعين، علاش؟ لان بحال اللي كيوقع في الطبيعه كنحترموا ذاك لو سيكل، بحال دابا كنربحوا شهر ولا شهر ونص قبل الطبيعه، ولان خصنا نبقاو غادي له بطريقه تدريجيه. ودوك الطيور غادي يساليو لنا عاوتاني لو سيكل ديالهم برودكسيون في لو مواسيس مثلا، اذا خص ديما نحترموا دوك لي سيكل باش نبغيو نديروا اضاءه اصطناعيه، خصنا نحترموا نفس لي سيكل اللي كيوقعوا في الطبيعه. هذا هو المغزى. المسألة الثانية، درجة الحرارة مزيان تكون في لاموين ما بين 20 و 25، ما كانتش ماشي مشكل، المهم هو ما يكونوش تيارات هوائية. دونك هضرنا على يعني المسألة ديال لوميديتي، من الأحسن يكون عندنا ديزوميديفيكاتور في ديك لاصال ديال الفاج باش نتحكموا في درجة الرطوبة. إلا لاحظنا بلي الرطوبة طالعة، ما كانتش طالعة الرطوبة راه ما نحتاجوش. حاجة أخرى بالنسبة للمناطق الساخنة، غنهضرو مثلا على مراكش، قلعة استراغنا، الجنوب، اللي كتوصل فيه درجة الحرارة مرتفعة واللي كتبدا فيه التفريخ مثلا، بحال دابا في شهر 3 راه كنبداو نلعبو في 45 درجة الحرارة في مراكش. هنا كنقدرو نهضرو في انستال ديلفاج على لوميديفيكاتور، يعني خصنا نوفروا واحد الرطوبة، لأن كيخلقوا مشاكل، كيدور البيض، كيوقعوا مشاكل في أصلا في البيض ما كيخرجش، لان باغ مونك ديوميديتي اولا كيموت الفلوس في البيضه. فهاد المسائل هادو كنهضروا على العكس ديال ديزوميديفيكاتور، كنهضروا على لوميديفيكاتور، يعني خصنا نوفر واحد الرطوبه ديك لاصال باش ما يوقعناش مشاكل خصوصا ملي كتكون مرتفعه درجه الحراره. فهادو هما المسائل كنظن اللي خصنا نردوا لهم بال فواحد لاصال ديال الفاج. بطبيعه الحال من البديهيات اننا نهضروا على النظافه، نهضروا على التبدل ديال الماء يوميا، ومسائل اخرى ديال الاكل، وهذا هذيك مساله اخرى، هذا موضوع اخر. تبارك الله عليك سي انس. غير واحد جوج نقطات ان شاء الله بغيت تشير ليهم، هي ديال التهويه، كيفاش اننا نحاول نريغلو التهويه؟ كانت غرفه مسدوده راه غادي لنا مشاكل تنفس، والاقفاز احسن الاقفاز اللي ممكن الواحد يخدم بهم، والطريقه ديال التخزين، الطريقه ديال تخزين الاكل. دابا ضروري نعم. واحد راه خصو يشري واحد الكميه كبيره باش يخدم بها. بالنسبه للتهويه بصح ما هضرتش عليها، كاين دابا دوك لي زيكستراكتور اللي تيغيروا دوك الفرفرات، تيغيروا يعني الهواء اللي كاين في لاصال ديال الفاج، فضروري خصو يكون عندنا واحد ليكستراكتور ولا جوج اللي كيديروا اللي كيبدلوا التهويه.
ممكن يكون بحال دابا غرفه كيكون فيها الشراجم ولا هذا، الا حليناها خصها تبقى ديما محلوله باش كيبقى مادابتي مع داك مع داك لونفيرونمون. ما يمكنش تبقى تحل الباب وتسدها، تحل الشرجم وتسدو. الا كان كان يعني بشكل طبيعي والريح ما كيدخلش، الريح كيدخل غير البروده او لا كيدخل غير الهواء بلا ما كيدخل الريح ولا ما كيتكريش ان كوروندير، راه مزيان. ما كانش وخفنا من الكوروندير، ضروري خص يكون عندنا ان اكستراكتور اللي كيدير تهويه وكيبدل الهواء اللي كيكون اومبيون في وسط لا سال ديال الفاج. هذه حاجه مهمه بزاف، نسيت ما تطرقتلهاش. بالنسبه لتخزين الاكل، الا لاحظنا دابا في يعني خصوصا في البودور في ليغرين كيوقعوا مجموعه ديال المشاكل، كيصوفوا كيديروا داك الفرطوطو، كيديروا بزاف المسائل. كاين بالنسبه للتخزين خصو يكون ديما كنهزوه على الارض، من الاحسن يتهز على الارض شويه على البروده. كاين دي برودوي دابا بحال داك مونوبروب، ما عرفتوش عندنا شي تصويره ديالو ولا لا، كيدار 1 غرام بار كيلو ديال لا غرين وكيتخلط وكيتزمت واحد ساعتين د المكانه، وبهذه الطريقه هذه يمكن نخزنوا البودور كيف ما كان نوعها بدون حتى شي مشاكل. هادو مسائل ما كناش كنعرفوها شحال هادي، ولكن هادو دابا دي برودوي اللي كي الا كانت عندنا مثلا غير الميديتي طالعه وغادي تاثرنا على لي غرين اللي كنكونوا حاطين في لا سال ديلفاج، فمن الاحسن يكون عندنا بحال هاد البرودوي هذا كي يعني كيقينا مجموعه ديال المشاكل اللي كتوقع في البودور. حاجه اخرى كي قلت من الاحسن نهزوهم ديما على الارض، ويكونوا مثلا في واحد السطب اللي ما غاديش يدخل لهم. اللي كاين دابا لي زومبالاج اللي كي سطوله اللي كيكونوا كنخزنوا فيهم الحبوب ديالنا. وانا كنفضل كلكو سوا لاسال ديلفاج من الاحسن يعني ما يكونش تخزين كثير، مثلا في الزوان ما غنفوتوش الخنشه وحده ديال 25 كيلو على حساب العدد بيان سور اللي كنخدموا به، باش يكون واحد التبديل دوري ديال نقولوا حنا ديال كل 3 شهور مثلا. واللي بغى يدير تخزين اكثر، انا قلت لك داك لو برودوي ديال مونوبروب راه ممتاز، لا دوز ديالو هو 1 غرام بار كيلو، كل كيلو كنديرو غرام وكنحركو مزيان كنخلطوه وكنخليوه واحد ساعتين ديال المكانه، وكيمكننا نقدموه داك الساعات بدون مشاكل، وكيبقى التخزين ديال البذور يعني لمده طويله. الا كانت شي اضافه للتخزين، بغيناك دوينا على الاقفاص، زعما احسن اقفاص نخدموا بهم. الاقفاص يلا حتي، ويعني دابا مع مواقع التواصل الاجتماعي راه شحال من حاجه كتنشر، المقرن يقدر يفرق في قفص ديال 40 على 20، يقدر يفرق في اي حاجه. ولكن حنا ديما كنحاولوا نقلبوا على يعني على يعني يعني الماكسيموم ديال الظروف المثاليه اللي نربيو في هذاك الديور، وكتكون حتى حنا النظره ديالنا مزيانه. فكل ما كان القفص كبير كل ما كان الطير يسو ديبونس اون انرجي، كيصرف داك الانرجي ديالو، كل ما كيفرفر اكثر، كل ما كيطير اكثر، كل ما كيقدر يعني هذا تكون عنده الحركه، تكون الدوره الدمويه مزيانه، يكون بلوز اليز. فانا كنفضل الاقفص ديال 1.20 متر، هما بالنسبه ليا لو ماكسيموم. بعض المرات راه كتقسموا على جوج وكتخدم في 60 60 حتى هي ممكن، ما كاينش مشكل. وكي قلت في الاول كاين الناس كيخدموا حتى في 40 وفي 50 بدون مشاكل، ولكن تنقولوا الا بغينا نختار وعندنا الامكانيه الاختيار، لي كاج ديال 1.20 متر هما احسن ما كاين، وكي كتكون واحد الاريحيه في الخدمه، وسورتو ان الطيور كي انا قلت لك كي ديبونسي اون انرجي، كيطيروا اكثر، كيكون عندهم واحد الاريحيه اكثر في العيش في ديك لا سال ديال الفاج. بطبيعة الحال في دي سال ديال الفاج كنلقاو حتى دي بوكس، لي بوكس راه يعني سي اونكور ميو، كيطير فيهم الطير اكثر، وكتكون فيهم واحد الاريحيه حتى بالنسبه للمولوع في الولاعه ديالو، يعني في يعني كيتمتع بالهوايه ديالو اكثر. ولكن حتى في لي كاج 1.20 متر راهم مخيرين. لو برانسيب هو ان كل ما كان ليسباس اللي حنا دايرين فيه داك الكوبل ولا داك الطير كل ما كان احسن. تبارك الله عليك سي انس. الجماليه ديال الغرفه ديال الطيور، هي دابا كنديروا الطيور باش هوايه، كنستمتعوا بالمنظر ديال الطيور. الا كانوا الاقفاص ايدونتيكي كاينين بحال بحال، جميع الاقفاص كيتشابهوا، عندك نمط واحد ديال الاقفاص كيعطيك واحد الجماليه في الغرفه ديال الطيور، وهذاك الصف ديال الاقفاص ديالك كيعطي واحد المنظر زوين. الواحد ملي يبغي يختار يبقى يختار قفص وياخذ بحاله كل مره، وان شاء الله راه ماشي شي حاجه كتجي دقه واحده
مره على مره، غير الا كان واحد بغي الله غيبدا كل شهرين ولا هذيك ياخذ واحد اقفاص ولا ثلاثه، راه غتولي عندك غرفه ناضيه. هذه تقريبا واحد كيبان ليا هو المسألة، اي تبارك الله دوي. واحد المسألة اللي بغيت نشير لها هو أن دابا كنهضروا على غرفة الإنتاج وغرفة هذا، أنا تنقول إلا نهضروا مع إنسان مبتدئ أو لا بغى يبدا، خصنا ديما نسهلوا المأمورية. فاللي يقدر يدير محاولة الإنتاج يديرها في أي ظروف كانت عنده، غير هو يحاول ديك الظروف يحسنها أكثر، وكل ما لقى مثلا يبدا غير بقفز ولا جوج كبار شي شوية، اللي هو غادي تكون عنده نظره مزيانه والطيور ديالو غيكونوا مرتاحين. اللي غيدير غرفه الانتاج بطبيعه الحال احسن حاجه هي انه يكون كل شيء ايدونتيك، حتى هو كيتمتع اكثر، كيجلس كيدير الكريسي ديالو ولا كيدير الطبيره ديالو، وكتكون عنده نظره كيشوف الطيور كاملين في واحد يعني في واحد المجال كله بحال بحال، كله مقاد. كي قلتي انت حتى اللي بغى يشري بشويه بشويه كل مره يبقى يشري يعني نفس النمط، باش كتبقى لا سال ديلفاج يعني اوموجين وفيها الشوفه مزيانه. بارك الله عليك. بغيتك تقول لنا تقريبا دابا بعض المعدات اللي كتبان لك خاصها تكون ضرورية في الغرفة ديال الطيور، بحال كما قلتي مقياس ديال الرطوبة إن شاء الله. بالطبع نقدروا نهضروا اولا على بالنسبه للرطوبه، نقدروا نهضروا على يعني على ديزوميديفيكاتور بالنسبه للمناطق اللي هي فيها رطوبه كبيره، اللي كتكون طالعه فيها الرطوبه المناطق الساحليه. فملي كنشوفوا لا سال ديالنا ديلفاج بحال دابا داك يعني ديك هذا نسيت الاسم ديالو ديزوميديفيكاتور او مزيل الرطوبه، فملي كنشوفوا بلا طالع عندنا في لا سال ديلفاج اوتوماتيكمون تنخدموه، كنديروا في هذيك لا موين ما بين 60 و 64 كيبقى خدام. في الاخر كنحيدوا الماء كنلقاوه بلا راس باش تعرف شحال ديال الماء كيكون في الهواء، شحال نسبه الرطوبه كتكون طالعه. فاش كيوصل هو لديك النسبه ديال 64 او 60 اللي رجلنا عليها راه كيحبس كيتوقف، عاوتاني ملي كيفوت واحد النسبه راه عاوتاني كيديكلونش وكيخدم اوتوماتيكمون. هذه مساله. المعيار ديال داك الميزان ديال الحراره والرطوبه حتى هو خصو يكون. ممكن في المناطق البارده جدا ولا بغينا نبداو بكري في الانتاج، كنعرفوا بلي الانتاج مثلا كنا زايدين في ساعات الاضاءه راه خصنا نكون في واحد، اذا كنا في شي بلاصه بارده راه الا زدنا في ساعات الاضاءه اوتوماتيكمون خصنا نطلعوا شويه من الحراره، فاش نقدروا نديروا واحد اون سورت دو كليماتيزاسيون بالسخونيه اللي مثلا ما تفوتش واحد ال 20 درجة الحرارة ما بين 20 و25، أو نقولوا حنا ما بين 18 و25، باش منين نطلعوا ساعات الإضاءة ونبداو جايين مع الطيور كنوجدوا فيهم تكون حتى درجة الحرارة طلعت شي شوية عندنا، دونك نقدروا نديروا شي مسخن. لي زيكستراكتور اللي قلنا ديال التغيير ديال الهواء، كيظهر لي هادو المسائل اللي خصهم يكونوا في لاسال ديلفاج، يعني في التأسيس ديال لاسال ديلفاج. ما عرفتش إلا نسيت شي حاجة تشير لها السي عبد الجليل. تبارك الله عليك، قلتي تقريبا كل شيء. كاين بعض الامور صغيره بحال نقولوا بيل اللي كنقلبوا به البيض مخصب، كاين بعض الحوايج صغار كيكونوا بساط ولكن كيساعدوا في الخدمه في الانتاج. ان شاء الله غادي ندير واحد، راه كدرت واحد الفيديو على حساب الغرفه ديال الطيور ديالي وكدرت فيه جميع الامور من النظافه تقريبا كل شيء، داك الشيء صورته باش اللي بغى ياخذ فكره هذاك راه ان شاء الله يرجع الفيديو يشوفه. كاين بعض الاشياء كتبان لك بسيطه ولكن راه كتسهل لك الماموريه. المساله اللي شرتي لها دابا ديال البيل بحال هذاك اللي كان ديك لاباريت اللي كنجمعوا فيها الشرابات، مثلا عندنا 20 قفز راه غنهزو واحد 20 او 30 شرابه كنديروهم كتهزيه واقيلا 15 كنديروهم، كتسهل لنا الماموريه باش نبدلوا الماء نديروا لي تريتمون اللي بغينا نديروا. كاين مجموعه المسائل اللي دابا لي زاكسيسوار تبارك الله راه كاين بزاف، حديت ولا حرج. هذاك الشيء اللي كاين موجود الخير تبارك الله. كاين واحد البياسه كنديروا فيها لي باك، دابا لي باك كيجيو في داك السليك الا جيتي تفتح وحده وشديتيها كتشتت كل شيء، ما كاينش اللي ما يكونش شتتهم في الارضيه ديال الغرفه، كيسهلوا عليك الماموريه وكتستفهم بالارقام ديالهم وتولي تجبد وحده وتا هي كتعلقها في الغرفه ديالك وكتكون عاطيه جماليه في الغرفه. نتمنى يكون شرنا لاي حاجه ان شاء الله في هذا الموضوع. ندوزوا للموضوع الاهم اللي كنا باغيين نديروا عليه الحلقه اللي هو الاساس اللي هي الصحه ديال الطائر ديالنا. دوينا على الوسط اللي خاصو يعيش فيه الطائر، كيفاش نجهزوه، الامور اللي خاصها تكون فيه. كاين بعض الامور اللي خاص المربي ولا بعض نقول بعض الامراض الشائعه اللي تقريبا كتشابه بزاف، خاص المربي يكون ضروري يكون كيعرفها على الاقل، يدير بحث ديالو ويشوفها ضروري مع مرور الوقت، حيت كاين بعض التجارب دابا كيكون
مربي في الاول كيكون عندك واحد النظام خاطئ مع الطيور هي اللي كتربيك وكتعلمك اش غتوكلها واش غات كيفاش تتعامل معها. مد ملي كتشوف هذه خاصك بعض الامور انك تعرفها على الامراض وعلى التشخيص. اول حاجه ندويو عليها على الطريقه ديال التشخيص ديال الامراض واهميه ديال التشخيص المبكر ديال الطيور. هذه المساله ديال التداوي وديال الامراض الشائعه بغيت ندير غير نسطر على واحد المقدمه لان ديما كنامن بها. في المجال ديال يعني التعاطي للادويه ولا التداوي بالنسبه للمولوع، حنا عمرنا ما غادي نوليو بياطيره، وما عمرنا ما غنعوضوا يعني الخدمه ديال البيطاري، وعمرنا ما غادي ندعيو العلم. واخا نعياو نبحثوا ونعياو نحاولوا نقراو ونحاولوا نبحثوا ونحاولوا نعرفوا اكوشي ادروات، عمرنا ما غندعيو العلم. ف يعني خصنا ديما نشوفوا التعاطي مع الادويه ولا مع لي تريتمون ولا مع لي كومبليمون اليمونتير من واحد الزاويه ديال الولاعه، مزيان نتفقهوا ونحاولوا نعرفوا الماكسيموم، وان عمرنا ما نقولوا عندنا واحد العلم مطلق وعندنا واحد التشخيص مطلق، لان البيطري براسو شحال من مره بالعلم المجرد ما كيقدرش يدير التشخيص. وحنا بطبيعه الحال كيكون عندي نقاش مع مجموعه الاخوان ما عندناش الامكانيه ديال اننا نديروا مثلا واحد التحليلات مخبريه ولا نديروا واحد الاناليز ديفيونط بحال اللي وقع بحال تحليل البراز او هذا اللي كيعطيك واحد التشخيص دقيق ومعين. فحنا كنديروا التشخيص بالتجارب وبشنو كيقول المولوع لواحد اخر، وخصوصا كي قلتي انت الطيور هما اللي كيعلمونا كل شيء، والحالات اللي كيدوزوا عندنا ولي تريتمون اللي كنديروا لهم واللي كنسمعوا، لان ديما كاين اللي جديد في هذا الميدان دابا الحمد لله، فكنتعلموا عام على عام وكنصحوا اخطاء عام على عام. فهادشي اللي نحاولوا نقدموا ما هوش علم مطلق وما هوش معرفه، ماشي مساله تواضع، وانما هذه واحد القناعه عندي اون بو با ميتريزي هادشي هذا 100%. اللي كنديروا اننا نقربوا نوصلوا لواحد المينيموم اللي عاوننا اننا نتفاداو الماكسيموم الموت ديال الفراخ او المرض ديالهم. وحاجه اخرى، اللي ما كيمرض اللي كيقول لك انا ما كيمرضوليش الفراخ او لا ما كيموتوليش الفراخ، راه ما مربيش راه ما مربيهمش، ضروري من الموت وضروري من المرض. اللي كاين هو ان النسبه ديال المرض خصها تكون قليله، وخصنا نتعلموا من التجارب ديالنا ومن التجارب ديال الاخرين الماكسيموم ديال المعلومات اللي جعلونا تولي عندنا واحد الثقافه ديال التداوي، ماشي غير يعني بالوصفات الطبيعيه، وانما دابا الحمد لله ولاو عندنا دي برودوي. شحال هادي غادي يسمعوني بعض الاخوان يضحكوا، في التسعينات كنا كنهضروا على جوج الحوايج، كنا كنعرفوا شويه لا غام تابيرنيل وديك سيرينا، كنا كنمشيو عند مول الترك نقول له بغينا كاينه الدكوبيره وكاينه ديال لا دياري تيلي كان، وكان داك سيرينا بداك سميتو داك هذا تخلت التفاح، واقيلا ما كناش كنعرفوه بصراحه، عرفنا حتى ولا الحمام وداك الشيء. دونك دابا الحمد لله تطورت المساله ولاو دي برودوي خاصين بالطيور. فاللي غيدير الانسان ديال فاج وغادي يحاول يفرخ المقنين ولا غيفرخ اي نوع من الطيور، دابا خصو يقوم باش يكون التقويم، راه هو هذا خصو يكون عندنا اولا واحد 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 الثقافه ديال التداوي ماشي غير بالطبيعي، لان القناعه شنو هي؟ ما يمكنلكش تربي واحد الطير بطريقه طبيعيه في مجال غير طبيعي، ساشون ان في ذاك المجال اللي هو غير طبيعي حنا براسنا ما يمكنناش نميتريزيو شنو تيقلب عليه الطير في الخلا وشنو تياكلو. والناس اللي دوزوا الخلا راه كيفهموا هذه المساله، هذه اللي دوزوا المقنين في الخلا راه كيفهموا شنو هي، كيشوفوا شنو كياكل على مر الفصول وشنو كيقلب فيه، ومره يهبط الرمله تياكل في الارض ما عرفتش شنو، مره تيسرح في المورون بلون، مره فاش تيبدا يخضر الوقت يلاه كتبدا تخضر الدنيا شنو علاش كيمشي، مني كيولي ولا غرين، مني كيولي يمشي يقلب على زانسيكت مني بزاف. فاحنا فواحد المجال غير طبيعي ما يمكنناش نوفروا له كل شيء في مجال غير طبيعي نكون نخدموا مع الطبيعي. فلهذا باش ما نزيدش نطول، خصنا تولي عندنا ثقافه ديال لي تريتمون ونعرفوا واحد المينيموم، ما غندعيوش المعرفه مطلقه، وانما يكون عندنا واحد المينيموم. شنو هو هذا المينيموم؟ هو اننا نعرفوا شنو هما الامراض الشائعه اللي كاين عندنا اللي كتخص الطيور، شنو هو الطريقه ديال التشخيص اللي هي غير مطلقه، هي طريقه التشخيص عن طريق العلم المجرده وعن طريق التجارب، وشنو هما العلاج اللي متوفر. دابا الحمد لله لي برودوي خاصين بالطيور راهم كاينين، الى نقوموا سال ديلفاج نقدروا نجيبوا هاد لي برودوي هادو، وخا نكونوا فين ما كنا في المغرب نقدروا نتقداوهم ويوصلونا حتى لعندنا ونخدموا بهم. ما كانش راه كاين بدائل، ولكن من الاحسن الى هضرنا على سال ديلفاج وهضرنا على ديزيميديفيكاتور وهضرنا باش نزيدوا للقدام، راه خصنا تولي عندنا ثقافه ديال لي تريتمون. هاد لي تريتمون شنو هو؟ هي تولي عندنا
كون ابل واحد لا بيتيت فارماسي في الدار. انا مثلا مولوع، كيف ما كان النيفو ديال المعرفه ديالي، غنعرف بلي راه عندي واحد المرض غادي يجيني سميتو الكوكسيديوز، غنتفاداه الماكسيموم. شنو غندير باش تكون ندير له واحد الوقايه منه؟ عندي واحد المرض اخر سميتو لا توكسوبلازموز، اللي هو نوع اخر الكوكسيديوز، وما غنهضروا على شي بالتفصيل. شنو خصنا هما الادويه اللي يكونوا خصهم يكونوا عندي؟ غادي تجيني واحد المرض سميتو لا ميغا باكتيري، غيجيني واحد المرض ريسبيراتوار. منين غنخدم بلي برودوي ولا بادويه ولا بدي زونتيبيوتيك، راه خصني نعرف بلي راه خص يكون عندي واحد البروتوكول علاجي. داك البروتوكول غادي يطلب مني انني يكون عندي واحد الانواع ديال الفيتامينات، دي ملتي فيتامين، يكون عندي لا فيتامين كا مثلا، يكون عندي لي ملتي فيتامين، عطى الله لي برودوي وعطى الله لي غام. خصهم يكون عندي دي بروبيوتيك ديال البكتيريا النافعه، فعاد ما نمشي نقلب على على البروبيوتيك في الماء ديال دانون ولا في الماء ديال اللبن ولا في الماء ديال الجبن. راه كاين دابا بروبيوتيك اللي هو غبره، كاع اون بار دابا دو تريبيوتيك، نقدروا نهضروا عليه حتى بالتفصيل، اللي كنخدم به بطريقه وقائيه واللي كنخدم فيه في واحد البروتوكول علاجي واللي كنخدم فيه ما بعد العلاج. فهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل. بارك الله عليك. نرجعوا للسؤال، هي الطريقه ديال التشخيص ديال الامراض. يعني الفكره هو اننا في الطريقه ديال التشخيص، كي قلت ما عندناش الامكانيه ديال اننا نديروا تحليل البراز او لا نديروا يعني تحاليل مخبريه. اللي كاين هو اننا ملي كيمرض الطير كيبان عليه واحد الاعراض، هاد الاعراض كنقولوا بلي راهم كنستر على اننا كنقولوا كنفترضوا انهم كيعطيونا تيل وتيل مالادي. هادوك يعني كنعطيو واحد التشخيص عن طريق ديك الاعراض اللي كيبانوا في الجسم ديال الطائر، وكنعطيو عليهم واحد العلاج. انا فكرت اليوم في الامراض الشائعه، لان يمكنناش نحيطو بكل شيء، الوقت ما كيسمحش، وانما فكرت في الامراض الشائعه اللي كاينين. المرض الاول واللي كيعرفوا كل شيء واللي عند اللي يعني هو شائع اكثر هو لاكوكسيديوز، هو كوكسيديا. الكوكسيديا فيها مجموعه ديال الانواع، مجموعه ديال لي سوس اللي كتكون في دوك لي بارازيت او دوك الطفيليات. وكيعطيونا واحد الاعراض مختلفه على حسب لو ستاد فين وصلت. من بعد الكوكسيديا نقدروا ندور على لاتوكسوبلازموز اللي هي واحد النوع اخر ديال، ولا لونكستريلوز اللي هي واحد النوع اخر ديال الكوكسيديا واللي هو متطور اكثر وفتاك اكثر. نهضروا على واحد المرض الثالثه اللي هي لا ميغا باكتيري، ونهضروا واحد النبذه على لي مالادي ريسبيراتوار، يعني الامراض التنفسيه. نبداو مثلا بلاكوكسيديوز. الا لاحظتي لاكوكسيديوز، غير باش نعطيو عليها واحد النبذه، لاكوكسيديوز او الكوكسيديا هو واحد المرض بارازيتير او طفيلي. كي فيه واحد يعني هاد الكوكسيدي اللي هما هاد البارازيت اللي هو كيتسمى الكوكسيدي، كيعيش البيض ديالو ولا هو كيعيش براسو في الجسم ديال الطائر ما بين 6 شهور و 10 شهور. فعلى حسب المناعه ديالو وعلى حسب المحيط اللي هو فيه راه كيكونوا عايشين فيه، كيكون ان بورتور سان ديالو. وكيديكلونشا هاد لا مالادي، وكيتفقس داك البيض من بعد واحد لو فاكتور، سواء ستريس، سواء ماكله يعني ما نقياش، سواء كلام البراز ديالو، سواء ضربوا الريح. فبزاف ديال لي زاليمون اللي كيديكلونسيو لنا هاد الكوكسيديوز. الاعراض ديال الكوكسيديوز اشنا هي؟ وهي اللي خصنا نعرفوها. يعني كيبقى احمرار في الكرش ديال الطائر، كيبانوا المصارن بحال شي شويه تنفخوا، وخصوصا الاحمرار. فهذا هما. الا كان عندك ممكن، الا ممكن عندك شي صوره سي عبد الجليل، طبيعه الحال هذا غير مثال ديال شي طير مريض بالكوكسيديوز. فكيبان داك الاحمرار في الجسم ديال الطير تحت من الصدر ديالو، بطبيعه الحال من جهه المصارن، كيكون بعض المرات انتفاخ. فهذا اوتوماتيكمون كنكيفوا على اساس انه كوكسيديا. دابا كيفاش نتعاطاو مع الكوكسيديا؟ هادو هما الاعراض. كتوقع عيون دياري، حتى هي كتعطي لها دياري، كيتنفخ شويه الطير، كيكوبر بطبيعه الحال. فهاد الاعراض ديال الاحمرار ديال البطن وديال الانتفاخ شويه ديال الامعاء، يعني لو تريتمون ديالو خصنا نشوفوا واحد الدواء اللي مضاد للكوكسيديا. الادويه اللي مضاده للكوكسيديا فيهم انواع، فيهم اللي اباز دو سولفاميد اللي فيهم ماده السلفه،
اللي كتقضي على واحد النوع ديال الكوكسيديا، وكاين انواع اخرين اللي كي اتاكيو واحد انواع اخرين ديال الكوكسيديوز، لان الكوكسيديوز اللي هي عاديه هي اللي كترسخ في الامعاء وهي اللي هضرنا عليها، وكاينه واحد لاسوخت اخرى ديال الكوكسيديوز اللي هي بي ديفلوبي، هي لا توكسوبلازموز ولا لا لانكستريلوز، واللي هي كتمشي عن طريق الدم وما كتخش غير الامعاء، كدوز الجسم كامل، يعني كدوز للصدر، كدوز للجهاز التنفسي، كدوز للبنكرياس، كدوز للبروفونتريكول، كدوز للاغات، كدوز للكور كامل. ف الى عندك شي صوره اخرى ديال فلا بريمير توش، يعني ملي كتكون عندنا واحد الكوكسيديوز اللي كتبان لنا سهله او لا في يعني في يعني في الديبار ديالها، نقدروا نستعملوا دي برودوي اللي افاز دو سولفاميد بحال سولفاك بحال كوكسيديول. ملي كنهضروا على يعني على لا لونكستريلوز ولا لا توكسوبلازموز، وكيبان لنا داك الزرقيه في الصدر ديال الطير، وكيبان عندنا يعني كتطلع الكبده، كي المسام كيتنفخوا بزاف، يعني كيكونوا اعراض اخرين، فكندوزو داك الساعات يعني لواحد لو ستاد لي بلو ديفلوبي، واللي هو نوع اخر ديال الكوكسيديول، واللي خصو ان تريتمون اللي فيه يعني ماشي غير السولفا، مي لا توترازوريل بحال اللي كاينه في البونتاكوكس، بحال اللي كاينه في البايكوكس. فانا نحاول غير بالنسبه لهذا التشخيص شنقول لك في هذه الاعراض نقدر نحير ما بين اون كوكسيديوز واون توكسوبلازموز. الكوكسيديوز كيكون غير داك الاحمرار بسيط في الاول، كيكون شويه ديال الانتفاخ ديال الامعاء، ملي كندوزو لا توكسوبلازموز راه كيبان لنا. يلا حتى راه كاينه واحد التصويره كنت بارطاجيتها، كنت خديتها نسمع عند واحد الاخ سي هشام، راه كاينه فيها راه فيها واحد في واحد الصور اللي كتبين لنا الفرق ما بين لاكوكسيديوز سامبل ولا توكسوبلازموز. الى عندك بالضبط، فمثلا هذه الصوره هذه بالنسبه للصوره الاولى ما بقيناش غير في داك الاحمرار، وانما راه كنشوفوا بلي راه يعني الزروق هي كتبان، لان لا توكسوبلازموز كتسمى اوسي كتسمى لا مالادي دو غون فوا، بحال كتطلع داك الحموري، كتطلع لو كور كامل، كتطلع الستر، كتطلع في الكرش، كيبانوا داك العروق، كيتنفخوا المسار اكثر، كتبان الكبده حتى هي بحال طلعات. دونك هادو كلهم كنخرجوا من لاكوكسيديوز العاديه اللي كنتريتيوها غير بالسولفا، وكندوزوا لسورت اخرى ديال الكوكسيديوز اللي هي لا توكسوبلازموز او لا لونكستريلوز، واللي خصها دي تريتمون لي اباز دو تيترازوريل اللي كنلقاوها في البونتاكوكس، في البايكوكس، اي حاجه فيها الكوكس. انا شخصيا جوج ديال لي برودوي اللي كنحب بالنسبه لهذا لاكوكسيديوز، كاين داك السولفاك اللي صورتي في الاول، كاين كوكسيديول، كاين بونتاكوكس ديال لا غام كوتيل، جو بونس لا غام كوتيل راه فيها كلشي، كاين البونتاكوكس، كاين لو اس بي 3 او لو اس بي بلس، هو هذا البونتاكوكس، هادي لا غام كاناريز، هادو نهضروا عليهم بعد، لو اس بي بلس حتى هو. فانا نقول لك غير واحد المساله، انا كيفاش كنتعامل ملي كتكون اون كوكسيديوز سامبل، راه كندير واحد البرودوي اللي فيه السولفا، ويعني كنخدم به وكنحترم لي دوز بطبيعه الحال. مثلا نهضروا على سولفاك فيه 5 ايام 15 مليلتر في لتر في طرد الماء، كنخدموا ال 5 ايام ومن بعد كندوزوا لهذاك البروتوكول اللي نقدروا نهضروا عليه من بعد. ما عطاش نتيجه او لا بان لي ما كيتجاوبش الطير، راه كنخدم بواحد لاباز اخرى ديال 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 لي زونتي كوكسيديان، بحال او اس بي بلس اللي دابا كاين اللي كتوري دابا، بحال بونتاكوكس، بحال تيكوكس. يعني الا لاحظتي كاع لي برودوي اللي فيهم الكوكس راهم عندهم علاقه بلا كوكسيديوز. اللي بغيت نركز عليه هو ملي كنخدموا ولا كنديروا واحد لو تريتمون اونتي كوكسيديان، الفرق فين كاين؟ كاين في الطريقه ديال التعامل مع داك البرودوي. يعني كيفاش كنعطيو بعدا داك البرودوي، كيفاش كنعطيو داك الدواء. فانا شخصت مثلا الكوكسيديوز وغادي نعطي واحد، اختاريت واحد البرودوي عندي في الدار غادي نخدم به، ان اونتي بارازيتير ولا ان اونتي باكتيريان، فيه واحد لا دوز وفيه واحد المده معينه، اون برينسيپ ما بين 5 ايام و 7 ايام. نمشيو مثلا
هذا البونتا كوكس راه فيه 5 ايام، نمشيو للباي كوكس راه فيه يومين. داك المده اللي عاطينا خصنا نحترموها بحذافيرها يعني. داك الدوز اللي عاطينا خصنا نحترموها بحذافيرها يعني. ومنين كنعطيوها خصنا نفهموا واحد المود دو فونكسيونمون. فخص مثلا نعطيو ان انتيبيوتيك، راه خصنا في نفس الوقت نعطيو مسائل اللي كان اللي كان اللي كنقصوا لنا لا دياري. نخطيو مثلا دي بروبيوتيك في نفس النهار مثلا، نقدروا نعطيو دي برو، نقدروا نعطيو ان انتيبيوتيك ونعطيو معاه دي بروبيوتيك. نقدروا نعطيو مثلا بروبيوتيك في الباتي ونعطيو الانتيبيوتيك في الماء، نحترموا المده. ملي كتكمل الخمس ايام عاوتاني كنعطيو، كنبقاو غاديين مع بداك، كنمشيو ديك الساعات نشوفوا مثلا واحد الملتي فيتامين باش كنعطيو واحد لو تونوس لذاك الفرخ. ملي كتكمل، يعني هذا الملتي فيتامين، خصنا نعطيو مثلا واحد المطهر ديال الكبد. فديما كاين واحد البروتوكول اللي خصنا نتبعوه. اسمح لي واحد دقيقة، غير واحد. ماشي مشكل، خذ راحتك. نتسناو الأخ أنس غيكون عنده شي مشكل تيرجع يجي معنا إن شاء الله. الصراحة أنا كنت باغي نعطي بعض الأسئلة على حساب كل حاجة بوحدها، ولكن هو صراحة عنده واحد الطريقة زوينة، راه كيدوي بجملة من بعد كل حاجة من مورا حاجة باش كيبقى غادي متسلسل. أنا كنت باغي ندوي غير على التشخيص ديال الطيور، الطريقة يعني كيفاش أننا خصنا نشدو الطائر ونعرفوه، والأعراض اللي كتبين لنا أن الطيور كتكون مريضة. هذا هو السؤال اللي كان، ولكن راسي أنا الصراحة أعطى تقريبا واحد ثلاثة الأسئلة ولا أربعة اللي كنت غنجاوبو من موراها، جاوب عليهم متصولين. إن شاء الله نتسناو حتى يدخل إن شاء الله ونسولوه يكمل لنا طريقة ديال الحساب الأمراض الشائعة، وندخلوا من موراها إن شاء الله الكيفية التعامل مع الطائر المريض، كيفاش خصنا نتعاملوا معاه، المكان اللي نحطوه فيه، وكيفاش نحافظوا على الحرارة ديالو إن شاء الله، والبروتوكول ما بعد العلاج، يعني كيفاش خصنا نتعاملوا مع الطائر. بعض الأمور إن شاء الله اللي غادي نغنيو بها إن شاء الله الحلقة، واللي عنده شي سؤال إن شاء الله راه غنخليوه حتى لآخر الحلقة إن شاء الله، ونحطوا الأسئلة إن شاء الله ندرجوها باش يبقى الاستفادة. يعني اللي كيحط شي سؤال راه كاين الأخ فؤاد كيبان ليا تبارك الله راه كيجاوب على الأسئلة ديال الإخوان، اللي بان ليه شي سؤال كيجاوبوا، وإن شاء الله في الأخير راه إن شاء الله غادي نديروا الأسئلة ونخليو أنس حتى هو يجاوب لينا على الأسئلة اللي عنده. إن شاء الله سي ياسر نسولو هذا السؤال تا هو. بالنسبة لسي ياسر على القضية ديال مطهر الكبد، كل واحد وكيدخل مطهر الكبد على حساب داكشي اللي باغي. غنشوفو سي انس هو دخل معنا. السلام عليكم، اسمحوا لنا على هذا كان برز داكشي ما بقيتش مركز كاع. نرجعوا للموضوع ديالنا. انا غادي نرجع عاود لانني قبل ما كنتش مركز فكنت غير كنهضر وصافي. نرجعوا للتريتمون، بغيت نركز على واحد المساله مهمه بزاف. شخصنا بلي راه عندنا كوكسيديوز ولا عندنا لونكستريلوز ولا شكينا، الا خدمنا باي برودوي خصنا نعرفوا لي مود دو فونكسيون ديالو، هذا البرودوي كيفاش تيخدم، واش هو ضد الطفيليات، واش هو مضاد بكتيري، واش واش واش. دابا حنا تنهضروا على الكوكسيديوز وكنحاربوا دي كوكسيدي، دونك عارفين بلي عندنا جوج الحوايج اللي غادي نحاربوا به، اللي هو مثلا يعني السلفة او لا تورترازوريل او لا اون اوتر باز. ليسونسييل هو اننا نعرفوا بلي راه داك البرودوي اللي غنستعملوه خصنا نحترموا لا دوز ديالو، خصنا نحترموا المده ديالو، وخصنا واحد الطريقه ديال الاعطاء ديالو. مثلا ملي كنهضروا على واحد لو برودوي كنسميوه بازيك، شنو هي بازيك؟ غيتعطى قبل الماكله، بحال ملي كتمشي عند الطبيب كيقول لك هذا راه قبل الاكل، فانا
مثلا غادي نعرف نخدم بواحد البرودوي بازيك، خصني بالليل نحيد الماء ونحيد الماكله، ويفيقوا الطيور في الصباح ما يلقاو لا ما لا ماكله، ومنين ونعطشهم واحد نص ساعه ولا ساعه الماء على حسب الفصل اللي انا فيه، وغنعطي برودوي بازيك مثلا غنعطي البايكوكس ولا نعطي البونتاكوكس، غنعطي على واحد المعده فارغه، وغنعطش الطير وغنحرك مزيان ونحترم لا دوز ونعطيه يشرب، غنعطيه يشرب وما غنمشيش في حالي، او لا تيلا مشيت خصني البروغرام بلي خصني نرجع مع داك الشيء. هو الطير راه منين فيه مثلا لاكوكسيديوز راه الي فراجيل، راه ما يقدرش ياكل مزيان، راه يقدر ما ياكلش كاع، خصني نحضيه بلي خصو ياكل، خصني نعطيه بودور اللي يقدر ياكلهم اللي نعاونوا بهم. فعطيت مثلا مثلا باش ما حنا ما حدنا في يعني مثلا دابا حنا مثلا في لاكوكسيديوز، عطيت البونتاكوكس او عطيت البايكوكس، راني خصني نعطيه قبل الماكله يدوز واحد نص ساعه عاد نعطي الطير ياكل باش الدواء كيكون المفعول ديالو احسن. في نفس الوقت مزيان انني نعطي معاه دي بروبيوتيك اللي غادي يحاربونا لا دياري، واللي الطير غادي سيبورتي بهم داك الانتيبيوتيك بطريقه احسن. فهنا فين كيكون الفرق في الخدمه بواحد لو برودوي، راه نفس البرودوي ونفس الحاله عند مولوع غادي 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 تستريطها مزيان، وعند مولوع اخر ما تستريش مزيان، او اللي عند المولوع نفس المولوع الا غير نسى وما حيدش الماكله راه غيكون لو بروسيسوس اثقل، ويمكن دوز يومين ديال البايكوكس وما غيبانلوش الفرق. فانا تنركز على واحد المساله، غنعطيه واحد الدواء قاعدي غنعطيه قبل الماكله، وغادي نعطش الطير، وغادي نعطيه الدواء في الصباح، وغادي دوز نص ساعه ولا ساعه، وغادي نعطيه ياكل، وغادي نرجع في العشيه على حسب الظروف ديالي، وغادي نعطيه في الباطي غنعطيه دي بروبيوتيك. علاش؟ لي بروبيوتيك كيعطيونا ديك لا ريغولاسيون ديال 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 المناعه، وكيعطيونا بكتيريا نافعه اللي كتعاون الطير في لا ريغولاسيون ديال لا فلور انتستينال ديالو، نعطيها من النهار الاول، وغادي تجمع لنا لا دياري. البروبيوتيك معروفين انهم حتى بالنسبه للانسان الالترا لوفور او لونتيرو جيرمينا راه مديور على ود لي بروبيوتيك بيان سور، ولكن في نفس الوقت راه كيحارب لنا لا دياري. دونك اوتوماتيكمون انا عندي لاكوكسيديوز او لونكستريلوز، اوتوماتيكمون عندي اون دياري. من الاول كنعطي البرودوي بالطريقه الصحيحه بلا دوز صحيحه، وكنعطي معاها لي بروبيوتيك في الـ في الـ في الباطي. شحال من واحد يقول لي لا راه ماشي مهمه سي با بكتيريا، ايه ولكن الا ما نفعتك ما تضرك ديك لي بروبيوتيك. نعطيهم من النهار الاول، نعطيهم في الباطي ونراقب واش كياكل ديك الباطي، وعطيه البودور ياكلهم نراقب واش كياكل. نفس الحاله الا كان الطير مكوبر خصني ندير له شويه ديال السخونيه. دابا ولينا كنهضروا في التجهيز، قبل نسينا واحد المساله، دابا ولاو لي كلينيك كيديروا واقيلا واحد 1800 درهم الا ما خفت نكذب اللي يقدر يكونوا عنده لا كلينيك كدير فيها درجه الحراره، وكتوفر له داك السخونيه، كتوفر له داك الاضاءه اللي خاصها، وكيتجمع الطير دغيا وكيتفاعل مع الدواء احسن. المهم هذا غير قوس ديال لا كلينيك، او المهم ليسونسيال خصنا داك الطير نراقبوه، نوفروا له الاضاءه، نوفروا له السخونيه، باش يعني لا ريكوبيراسيون ديالو او الاستجابه ديالو للدواء تكون احسن. الحاجه الاخرى اللي بغيت نركز عليها هو اننا في هذاك البروتوكول العلاجي كنعطيو مثلا بايكوكس في يومين، كنعطيوه قبل الماكله كنقولها وكنركز عليها، كان نديرو معاه الماكله من بعد، كنعطيو البروبيوتيك في سميتو في الباطي، نقدروا ما نعطيوش في الباطي وما عندناش الباطي وما بغاش ياكل الباطي، رجعت في العشيه غنحيدو نعطش ليه وغنحرك ليه البروبيوتيك في الماء ونعطيه له يشربو، وعلى الاقل غادي نحبس لا دياري، وكتكون اون بون استيميلاسيون ديال ديك لونتيبيوتيك اللي عطيت. ساليت المده ديال لونتيبيوتيك خصني ندير واحد البروتوكول علاجي ضروري، خصني نعطي دي بروبيوتيك، من بعد لي بروبيوتيك خصني نعطي ان ملتي فيتامين، او لا بالنسبه لهذه الحاله مثلا ديال لاكوكسيديوز وعطيت البونتاكوكس وعطيت البايكوكس، غنعطي لا فيتامين كا، وهادي تركز عليها بزاف. وعاد مؤخرا كانت واحد المداخله في واحد الجروب ديال واحد السيد هشام وعجبني بزاف، لان لا فيتامين كا نقراو عليها الا لاحظنا، قراو على لا فيتامين كا، كاين لي برودوي يضيروا راه كاين واحد الجوج هنا ديال لي برودوي اللي معروفين، كاين لا غام كوتيل فيها الكادري فيه الاوت دي، وكاين هذا فيه غير الكا ممتاز، ولا قريتو عليه غتلقاو بلي راه كيساعد على لا ريكوبيراسيون من بعد ان انتيبيوتيك، اي او كور يعني فوسط الانتيبيوتيك ومن بعد الانتيبيوتيك كيساعد على ريكوبيراسيون، كيساعد على كيمنع تجلط الدم، لان ما بين المسائل اللي كتوقع ديك لا مالدي دو غون فوا راه ماشي كبده هذيك، راه حتى كيوقع حتى تجلط ديال الدم، لان داك الغشاء ديال لي زانتيستان كيتجرح، وهذا دونك كيبان عندنا حتى
حتى التجلط ديال الدم، فهو لا فيتامين ك ممتاز في هذا لي تريتمون. هذا البرودوي ديال الكوتيل حتى هو راه فيه، المهم سميه هو فيتامين كادري، راه فيه الكا والدي والا، دونك بحال هاد المسائل خصنا نعطيوهم من بعد ان تريتمون او تيبيوتيك بلا دوز ديالهم. راه فيه يعني في سويت ان تريتمون شحال تعطي اون برينسيپ كادري؟ واقيلا كيتعطى 3 ايام من بعد لو تريتمون، وهذه مساله كدير الفرق وكتوقع على ريكوبيراسيون فيها بالزربه. يعني منين كان دابا البروتوكول شنو فيه؟ فيه لونتيبيوتيك، وفي وسط لونتيبيوتيك خصنا نعطيو لي بروبيوتيك باش نحاربوا ديك لا دياري، باش كتكون لا ريكونستيتيسيون ديال الفلورا انتستينال. بعد منا كنعطيو ان ملتي فيتامين، وكنعطيو لا فيتامين كا، وكنركز عليها في هذه الحاله بزاف، خصها تكون عندنا لا فيتامين كا. من بعد هذا الشيء الطير داز عليه ان تريتمون، داز عليه دي فيتامين، خصنا ضروري نحولوا الكبده ديالو او لا اوموا نطهروا له الكبده ديالو باش بلا كولين، لان تقدر ما تبناش الكبده في هذه الحاله ويقدر يمرض مره اخرى وتجيه مشكل ديال الكبده. ما نهضروش على طريقه وقائيه سويت ان تريتمون، خصنا ضروري في الاخر نديروا على الاقل واحد 3 ايام حتى 5 ايام ديال لا كولين ديال مطهر الكبد. فهذا هو البروتوكول اللي كنهضروا عليه، انتيبيوتيك، وفي وسط الانتيبيوتيك يكون عندنا البروبيوتيك. من بعد منو نقدر نبقاو غادي من بعد المده ديال الانتيبيوتيك نقدروا نبقاو غادي في نفس الوقت بالملتي فيتامين او لا بالفيتامين ك، داكشي اللي اختارينا، ومع البروبيوتيك نقدروا نعطيو في الباتي، نقدروا الترنيوهم بجوج في نفس الوقت. نقدر كاين دي برودوي اللي كيتخلطوا، حنا ما ندخلوش التفاصيل، ولكن انا شخصيا يمكن نفضل ما نخلطش. نقدر نجي الصباح نعطي، نكون عاطي البروبيوتيك في الماء، ونجي العشيه نعطي لا فيتامين ك، ومن بعد هادشي كله نعطي واحد 3 ايام حتى 5 ايام ديال لا كولين. فهذا هادشي المساله اللي بغيت نركز عليها. جو بونس بالنسبه لهاد الحاله ديال الكوكسيديوز ولا توكسوبلازموز اللي هما داخلين في لا ميم فامي، خصنا نكونوا عارفين كاين شخصوا لا كوكسيديوز، نعرفوا كاين شخصوا لا توكسوبلازموز، نعرفوا الفرق بيناتهم، ونعرفوا بلي راه في لا توكسوبلازموز راه ما تكفيناش الماده ديال السلفا، راه خصنا ندوزو للكوكس، سواء التيكوكس سواء البونتاكوكس سواء البايكوكس اللي عندهم اون اوتر باز ديال 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 لي تريتمون. وديما نحترموا داك البروتوكول، ضروري خصنا نديروا داك البروتوكول، والا ما نفعنا راه ما غيضرناش. دونك ديما نحاولوا نكونوا نخدموا بواحد الطريقه معينه، نعرفوا بلي راه ملي كتكون اون توكسوبلازموز يقدر ما يبقاش ياكل مزيان، يقدر يولي عنده لو بريشي سيون، يقدروا بزاف ديال المسائل. يعني خصنا نحضي من بعد من غير اعطاء الدواء، خصنا نحضي مع لا دياري ونعطي البروبيوتيك، خصنا نحضي مع السخونيه ونسخن الطيب، وخصنا نحضي مع الماكله ونشوفوا بلي راه كياكل. نعطيه مثلا بودو، نعطيه الشيه، نعطيه دي غرين اللي كياكلهم واللي على الاخر خصو ياكل باش يديجيري مزيان داك الدواء. جو بونس هادشي اللي يمكن نقوله بالنسبه ل لا فامي ديال لي فامي ديال داك. نشوف واش كاين شي تساؤلات ولا حتى الاخر وعاد نشوفوهم الاخر ان شاء الله، ونخليو الاسئله ندوي على الحاله الثالثه اللي بغينا نهضروا عليها، واللي هي الميغا باكتيري. الميغا باكتيري عندها واحد عند هي واحد المرض حتى هو شائع بالنسبه للمقنين ولا بالنسبه للطيور ديال الاقفاص. الميغا باكتيري هي كما كتسمى ميغا باكتيري، واحد الباكتيري كبيره حتى في الحجم ديالها. كترسخ فين؟ كترسخ في واحد العضله سميتها البروفونتريكول. البروفونتريكول هو القنصه ديال الطير. الماكله ملي كدوز، غادي نحاولوا نبسطو نقولوا ملي كدوز من الحنقوره ديال الطير كتكون غادي للطريق ديالها، كدوز من البروفونتريكول. البروفونتريكول هو واحد العضله ديال القنصه اللي كدوز من الاطعمه وكتهرس وكتطحن باش كدوز للامعاء باش كتهضم. في داك المرور ديالها هاد العضله اللي هي البروفونتريكول على حساب التوازن ديالها الحمضي، يعني لو نيفو داسيديتي اللي كاين فيها في ان بي اش جو بونس يكون في 4، ما غندخلوش في التفاصيل، ليسونسيل هو ناخذ داكشي اللي كيهمنا. على حساب لو نيفو داسيديتي ديال داك البروفونتريكول كيكونوا افرازات اللي كيطحنوا ديك الماكله باش كدوز. علاش هاد الشرح غادي يدينا للاعراض؟ ملي كيكون واحد ديزيكيليبر لو نيفو داسيديتي ولا البي اش ديال داك البروفونتريكول، كيفقد التوازن ديالو. كيفقد التوازن ديالو باش؟ علاش كتمشي ديك لاسيديتي؟ سوا يعني النيفو ديال البي اش ديالو ناقص، سوا كاين واحد الافراط في الاعطاء ديال الحبوب الزيتيه ولا البروتينات الطبيعيه او البروتينات الحيوانيه اللي كيعطي واحد ديزيكيليبر ديال الحموضة ديال داك البروفونتريكول، اوتوماتيكمون كت 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 ديكلونش هذيك لاميغا باكتيري،
وكانت سويت ان ديزيكليبر ديال ديك لاسيديتي كتعطينا مشكل ديال لا ميغا باكتيري. شنو كيولي؟ كيولي ديك العضله اللي هي البروفونتريكول ما كتبقاش خدامه، وما كتبقاش تحنى يعني الاطعمه ما كتقومش بالدور ديالها، واوتوماتيكمون كنطيحوا فواحد الاعراض. اول اعراض الا ما قبضناش الطير شنو كنشوفوا من غير لا دياري؟ كنشوفوا ان الزوان مثلا كيخرج من البراز، كيخرج مهرس مقسوم على ثلاثه ولا مقسوم على جوج، وهي طايحه لتحت مع البراز راه خارجه من كرشو هذيك. هذاك واحد ما بين الاعراض الكبيره ديال لا ميغا باكتيري بالعين المجرده. ثانيا الا شفنا الطير كنشوفوا بلا طلع داك العرق الزرق بزاف، وكاين واحد لابول كتكون واحد الكره في الكرش ديال الطير، ملي كتقدم لا ميغا باكتيري كتبقى كتحرك كدور بحال شي حاجه كدور ليه تحت كرشوها كبعض حركه دائريه، هذيك راه العلامه 100% ديال لا ميغا باكتيري. دونك كي قلنا وكيشرحنا داك العمل البروفونتريكل ما كيبقاش خدام، واوتوماتيكمون كيعطينا هاد الاعراض. دابا العلاج شنو هو؟ كاين مجموعه ديال العلاجات. كنهضروا على الفونجيزون اللي هو دواء بشري وادابتي، وبزاف الاخوان هضروا عليه لا هنا لا في اوروبا كيخدموا به وعطى نتائج. انا عندي واحد القناعه هو ان داك النيفو داسيديتي الى رجع للتوازن ديالو راه كنتخلصوا من الميغا باكتيري. غير هو اللي عنده لا ميغا باكتيري خصو يفهم بلي داك الطير راه عنده معاه واحد لو سيكل على الاقل ديال واحد 21 يوم الى شهر الى شهر ونص باش يصفى منها 100%. علاش؟ لان داك لو بروسيسوس او داك الطريقه ديال العمل ديال البروفونتريكول باش كتريغيو الى داك البي اتش وباش كتريغيو النيفو داسيديتي كيطلب مده. الى سمحتي دوزنا غير لي برودوي اللي كيخدموا بهم اللي كيقدروا ينفعوا. نقدروا نهضروا على ميغا باكتان ديال لاغام كوميد، نقدروا نهضروا على الفنجيزون اللي هو دماء بشري وكيتادابتا، نقدروا نهضروا على ميغا باك، نقدروا نهضروا على واحد اونتي باكتيريان اوكتي اونتي ميغا باكتيري اللي توا فيه واحد ديال افيدريس اللي فيه واحد النيفو ديال لاسيدي طالع. وكاين دي برودوي اللي هما دي زونتي فونجيك وكيخدموا لا ميغا باكتيري اونتي فونجيك اونتي باكتيريان بحال لاغام كاناريز في هذاك اونتي هونغوس على مده طويله، راه حتى هو كيريغولي داك البي اش كيريغولي النيفو داسيديتي ديال داك البروفونتريكول وكيداوي لا ميغا باكتيري. فالاونتي هونغوس واخا هو عنده هو سان اونتي باكتيريان ولكن عنده يعني عنده واحد الدور ديال لا ريغولاسيون ديال لاسيديتي وكيقدر يعطي يعني نتائج. وانا شخصيا فايت اللي خدمت به وعطاني النتيجه، غير ما كانش الحاله متقدمه بزاف. لكن ممكن راه كاين واحد التصاور اخرين ديال الفنجيزون ولا ديال ميغا باك ولا ديال ميغا باكتا، هادو كلهم دي برودوي خصنا نحترموا لا دوز ونحترموا المده. واخا يبان لنا راه خصنا نمشيو معاه بواحد لو سيكل ديال لا ريغولاسيون ديال لاسيديتي، باش خصنا نعطيو ديما دي برودوي ديال لاسيديتي. هذه اصلا خصها تكون عندنا من الطرق الوقائيه. اللي بغيت نركز عليه بالنسبه للميغا باكتيري هو اننا خصنا ديما ملي تكون عندنا خصوصا ملي كتوصل ديك لابول كتبدا الدور خصنا نعرفوا بلي عندنا واحد لو سيكل ديال واحد اموا ديال التريتمون. خصوصا بالنسبه للحموضه خصنا نبقاو غادي معاه مثلا نديرو 7 ايام ونرتاحو نهار، نديرو 7 ايام ونرتاحو نهار، نديرو 7 ايام ونرتاحو نهار. اللي توفروا له هاد لي برودوي مزيان غيحترم لا دوز والمده، اللي ما توفرولوش راه ممكن بخل التفاح نقلبوا على اننا نردوا لا ريغولاسيون ديال ديك لاسيديتي ديال البروفونتريكول. حاولت نقرا شي شويه دونك خل التفاح 5% بواحد التركيز ديال 15 مليلتر في طرود الماء على مده يعني 7 ايام 7 ايام 7 ايام بعض المرات راه عطات نتائج عند مجموعه المربيين في واحد لي فوروم راهم هضروا عليه بزاف. فهادو مساله التجارب اللي نجحوا عند اخوان اخرين. انا شخصيا يعني شحال هادو الا كنت كنطلقهم انا الطيور اللي كتجي فيهم اللي كتكون فيهم لا ميغا كبيره ولا كنطلقهم دابا يعني كيظهروا حالات خصوصا بالنسبه للطيور اللي ما يمكنلكش تطلقهم ولا اللي الا كانت شي حاجه اللي ما يمكنلكش تطلقها. ف لي تريتمون دابا كيعطيو اي سون افيكاس الفونجيزون افيكاس. خصنا عاود نعرفوا كين يعطيو الفونجيزون مثلا لانه دواء بشري وخصو يبقى ديما داك يبقى داك لا سوليسيون اللي كنديروا في الماء
تكون ديما قذره، فنشدو في جزء مثلا غادي نخلطوه مزيان ونحركوه ويولي بحال خليط متجانس، ونعطيو الشطه نعطيو له باش يستافد منه الماكسيموم. عاود نجي في العشيه ندير نفس العمليه باش يكون الدواء افيكاس. الا خليناه وهبط وترسب راه ما كيتبقاش لا سوليسيون مزيانه. بالنسبه للادويه اللي هما يعني مديورين للطيور وكتكون عندهم وكيتحلوا في الماء مباشره، فهذوك ما عندناش معاهم مشكل، كنديروا لا دوز وكنحتارموا المده وراه كيجيب الله التيسير. اللي خصنا نركزوا عليه هو ان النيفو داسيديتي خصو يبقى غادي مستمر مزيان. يعني واخا نديروا مثلا جبنا ميجا باك خدمنا به اعطانا مفعول، بان الطير ما بقاتش ديك لابول تراجع الكرش بدات يعني كتصفى، وهذا خصنا نبقاو غاديين بواحد البروتوكول بالنسبه للميجا باكتيري ديال لاسيديتي على الاقل 3 فوا بار سومين باش كنضمنوا ان ديك لا ريغولاسيون ديال لاسيديتي وديال البي اش تكون يعني ممتازه بالنسبه للجسم ديال الطير. فبالنسبه للميجا باكتيري كنظن هذا هو اللي نقدر نقول عليها. ندوزو للمشاكل التنفسيه، الامراض التنفسيه كتبان لي هي التنفسيه كتجي حتى هي الا كنا عندنا واحد لا سال ديال الفاج مخنوقه او لا مثلا كيك فيها الطيور بزاف، مثلا فيها الزمت ما كانتش تهويه، جبنا الطير مريض فهما امراض معديه حتى هي. نقدروا نهضروا على لا تريكومونوز، نقدروا نهضروا على داك التصفيره اللي كتوقع واخا قليله في المقنين هي اكثر كتكون في الكنار. لي مالدي ريسبيراتوار ملي كتكون عندنا التريكومونوز مثلا الادويه اللي كاينين راهم باينين، كيبان داك يعني من غير الصوت كتقدر حتى العين كتنفخ شويه كتقرب شويه العين كيبان بعض المرات سائلا في يعني في جهه المنقار. فتريكومونوز الاعراض ديالها باينين اوتوماتيكمون خصنا نشوفوا شي حاجه اللي كتحارب لي مالادي ريسبيراتوار. بالنسبه للتريكومونوز تريكو بلس كيبان لي هو احسن تريتمون. بالنسبه للبيطاري نقدروا ناخذوا الماده ديال التيلوزين اللي هي معروفه، شحال هذه كانت تيلون دابا ما بقاتش، كاينه دابا تيلوزين عند البياطيره كتاخذ لا دوز وكتستعملها كتادابتيها للطويرات ديالك وكتخدم بها. واخا انا كان بالنسبه للمقنين الا كان الظروف ديال التهويه وديال النظافه وما دخلنا شي طير مريض راه الامر التنفسي كتكون قليله، والا وقعات راه خصنا نعرفوا باش نحاربوها. دونك في لا فارماسي ديالنا خص يكون عندنا على الاقل شي حاجه ديال التيلوزين باش لو وقعت شي مشكل في ريسبيراتوار كنحاربوه. حاجه اخرى بغيت نركز عليها، ملي كيوقع دابا المشكل ديال التشخيص، وانا تنقولها وكنعاودها، عمرنا ما غيكون عندنا التشخيص 100%. فمثلا واحد الطير تريتيتو من لا توكسوبلازموز وما جابش الله التيسير وبقيت شاك في حوايج اخرين، انا شخصيا اوتوماتيكمون كندوز لواحد لونتيبيوتيك واسع الطيف. نقدروا نهضروا على لوروفلوكساسان ونهضروا مثلا على بايتريل اللي غادي يضرب لنا مجموعه ديال المسائل، واللي لا احترمنا لا دوز. عاود تنقولها وتنأكد عليها، مثلا بايتريل براسو احترمنا لا دوز واحترمنا المده وتعاملنا مع الطير بلي بروبيوتيك وبلا فيتامين كا وبلي ملتي فيتامين ودرنا لا كولين في الاخر، والله الا دوك الطيور الا كاين تجو من بعد شهرين وما كاين حتى شي مشكل، بقاش الطريقه ديال اللي كنعطيو بها. فكنحاولوا نقصوا لي زونتيبيوتيك الماكسيموم بطبيعه الحال بحال في الانسان، ولكن الا كان عندنا مشكل ديال التشخيص وحرنا في الحاله راه كنعطيو انا واحد الانتيبيوتيك اللي هو واسع الطيف. وبهذه الحاله هذه واخا يكون عندنا مشكل ديال التشخيص راه حنا كنحاولوا نقيسوا الماكسيموم. فمثلا لوغوفلوكساستان عندها علاقه بالريسبيراتوار، عندها علاقه بالاوكولي، عندها علاقه بزاف ديال المسائل كتاتاكيهم. دونك ملي كنحيروا راه كندوزوا لواسع الطيف، وخصنا غير نعاود نخدموا ديما بداك البروتوكول وراه كيجيب الله التيسير. هذه هي المساله اللي بغيت يعني نشير لها في اطار اننا عمرنا ما غيكون عندنا التشخيص 100%. كتبقى غير تجارب وامور اللي كيستعملها الانسان كيبقى ديما حقيقه. هادشي اللي كاين هي حقيقه التجارب كترد المربي ادابتي، وخصوصا ملي كيخدم بواحد البرودوي وكيعطي نتيجه وكيتقاسم مع واحد اخر وكيعطي نتائج. فالحمد لله راه كنعطيو هاد لي برودوي ولا كنتقاسمو مع الناس ولا مع الاخوان وكنشوفوا الحالات اللي عندنا اللي عند ناس اخرين وكيعطيو نتائج، ولكن عمرنا يمكن ندعيو العلم المطلق في هاد الميدان. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. شكرا سي ايناس.
ندوزو دابا الفاس والديدان، لي بارازيت هما اللي بقاو نقولوا لي عليهم. بارازيت، لي بارازيت انترن غنهضروا على الديدان، غنهضروا على السينتا. ف كاين دي برودوي اللي للاسف ما عنديش التصويره ديال البرودوي، راه عندي ولكن التصويره ديالو ما عنديش. كاين دي برودوي اللي هي محاربه لي بارازيت انترن اللي بما فيهم الديدان، لاتينيا. كاين دي برودوي اللي هما فارماسوتيك ديال الانسان واللي كيخدموا، مثلا نقدر نهضروا على فيرموكس، نقدر نهضروا على يوميزان. غير هو الدوزاج راه كل كيدير اللي قال لي عقله. مي كاين دابا دي برودوي اللي بحال دابا اوكور اللي كدار ديال الحمام، انا غير مؤخرا خدمت بها مع واحد الطير وعطات نتيجه. اوكور للاسف ما كاينش التصاور ديالهم. خصنا ديما نشوفوا واحد المضاد ديال الديدان، اما بشري بحال اللي قلت يوميزان ولا فيرموكس، او لا نقدروا نشوفوا دي برودوي دابا ديال الحمام اللي هما كيحاربوا لاتينيا. انا قلت لك كاين اوكور وكاين دي برودوي اخرين اللي نقدروا نحاربوا بهم السينتا. الاعراض ديالها راه باينين، راه كتبان السينتا كتخرج كاع، ولا التركيب ديالها كيبومبي اوتوماتيكمون. خصنا نحيدوه، خصنا نعزلوه. قبيله ما هضرتش على العزل بطبيعه الحال، ديما في واحد البروتوكول علاجي راه ديما لا ميزون كارونتين. وخا حنا ما عمرنا ما نحترموا ديك الكارونتين، او موان كنبعدوا الطير على اللي مريض على الطيور اخرى، وكنديروا فواحد البلاصه اللي بعيده اللي كنوفروا فيها السخونيه وكنوفروا فيها داك المسائل. مي او موان خص يكون بعيد، لان الامراض الاغلب ديالها راه معديه. فالسينتا مثلا الاعراض ديالها هي انك كتشوف الطير كيبومبي، لان ما كيكون عنده مشكل في البراز، او كيكون مبرزط، او هي براسها كتبدا تخرج من المخرج ديالو وكتبان، كنقدروا كاع نجروها وتحيد، ولكن ديما كيبقى داك الراس ديالها لداخل، دونك خصنا نداويوه. دونك الاعراض راه باينين. بالنسبه للتريتمون، الادويه البشريه هي الفيرموكس واليوميزان، او لا يمكن سميات اخرين ما عارفهمش انا. الاوكور بالنسبه لي برودوي ديال الحمام كنحترموا الدوزاج ديالها، ولكن كتعطي نتيجه حتى هي. بالنسبه لي بارازيت اكسترن اللي هو الفاش، واللي كنقل لنا مجموعه الامراض داير قبل فاش هضرنا على لونكستيريلوز ولا لا توكسوبلازموز، اكبر ناقل لهذا النوع ديال الكوكسيديوز اللي هو كيدوز عن طريق الدم هو الفاش. فالقميله كتسف داك الدم، وكتكون هي امبورتور سان، وكدوز لطير اخر وكدوزو له وكيمشي مع الدم، وكنطيحو في يعني في لاتوكسوبلازموز، واخا يكونوا كاع مفروقين في القفوزه. تقدر ديك القميله ديك الفاش دوز من قفز لقفز، من طير لطير، وداك الدم اللي خدات كتكون هي امبورتور سان ديالهم، كتاثرش بطبيعه الحال بها، وكدوز داك البارازيت لطير اخر. فبطبيعه الحال من البديهيات اننا من غير النظافه خصنا نحاربوا الفاش. يعني الفاش راه باين، كتلقاه في القصباس ديال الطير، في وقافات المجاتيم كتلقى الطير كيبين لك، الا كان ماشي تفتره الانتاج كيكون كيحك جنابه بواحد الطريقه يعني كتبرزطو. بعض المرات كتبان في الريش ديالو، كيبدا يتهرسوا لي غيتريس ديالو ديال الجناح، ولا كيبداو يبانوا. دونك هادو كلهم اعراض ديال الفاش انها كاينه. وطبيعه الحال وقت التفراخ راه الا ما عرفتهاش راه هي غادي تخرج لعندك تقول لك انا معك. يعني هذيك الكايله راه كتكثر بالساعات، كتلقى الحراره هي كتطلع اكثر بدرجه الحراره كتزيد تبان. ف يعني حنا دوزنا مراحل كثيره، الا عقلتي شحال هذه كانت ديك الغبره كدير في سميتو في الاعشاش، كنا كنرشوها كنديروها في الماء وكنرشو بها الطيور. تطورت الوقت، وصلنا لليفيرميكتين يعني من 2010 ولا 2008 فاش بانت، ولات ليفيرميكتين كدار بالقطره كدار في الظهر وجاي عطات نتائج. دابا لو برودوي فار اللي كلشي الحمد لله معترف به وكيعطي نتائج مبهره راه هو سميتو، اعوذ بالله من التراجم، اللي كيدار في الماء، اعوذ بالله من التراجم، نسيت السميه ديال، قول لي سي عبد الجليل البرودوي اللي كاين دابا ديال الفاش، ليكزولت بالطبع. ليكزولت دابا راه يعني عطى نتائج مبهره، كيدار في الماء كيشرب، هو راه كيحارب لي زكاريان اللي كيكونوا في الحلق، كيحارب لي بارازيت انترن، وبطبيعه الحال كيحارب جميع لي بارازيت اكسترن بما فيهم الفاش، والنتائج ديالو راهم مبهره. فهذا هما اللي كنظن يعني المسائل الشائعه اللي خصنا نكونوا عندنا. باش نرجعوا لديك الصيدليه المولوع، الا غنديروا اون سال ديلفاج وغنوفروا فيها هاد الظروف وغادي نختاروا طويرات وغنديروا هادشي كامل، خصها تكون عندنا واحد لابيجيت فارماسي. كنظن اللي خص يكون ان انتيكوكسيديان، جوج ديال الانواع ديال لي زونتيكوكسيديان، يكون سولفا ويكون تيترازوريل.
يكون ان انتيبيوتيك لارج سبيكتر، يعني واحد المضاد حيوي واسع الطيف. يكونوا عندنا دي بروبيوتيك. وفاش كنهضروا على لي بروبيوتيك، شنو هي البروبيوتيك؟ راه هما بكتيريا نافعه. ملي كيكون عندنا واحد المرض بكتيري وكنديروا له واحد الانتيبيوتيك اللي ضد البكتيريا، هذاك الانتيبيوتيك شنو كيدير؟ كيقتل جميع انواع البكتيريا بما فيها النافعه والضاره. حنا شنو خصنا نديرو؟ ملي كنحيدو، ملي كندوزو ان انتيبيوتيك في وسط التريتمون من غير اننا كنحاولوا نحبسوا لا دياري، راه خصنا نعطيو بروبيوتيك باش كنردو البكتيريا النافعه لوكور ديال الطائر. هاد الانواع ديال البكتيريا النافعه راه كاينين دي سوش، هادوك لي سوش كيختلفوا باختلاف لي برودوي. فمن الاحسن يكون عندنا جوج الانواع ديال لي بروبيوتيك، نقدروا نقراو نقلبوا ونشوفوا الانواع ديال لي سوش اللي كاينين ديال البكتيريا النافعه اللي فيهم، ويكونوا دي سوش مختلفين. راه كاين الالاف ديال الانواع ديال البكتيريا النافعه، فمن الاحسن يكون عندنا جوج ديال الانواع ديال البكتيريا النافعه ولا ثلاثه، باش كنعطيو للطير الماكسيموم ديال لي سوش ديال البكتيريا النافعه اللي كتعاونوا على داك التوازن ديال الجسم ديالو. اليوم ولينا كنهضروا مثلا على البروبيوتيك، شحال هادي كنهضروا مثلا في البروبيوتيك، كنقولوا البروباك ميل مزيان، لونتروباك مزيان، لونتروديكس مزيان، هادو دي برودوي فار اللي معروفين عن طريق دي برودوي زعما دي لابوراتوار كبار. اليوم ولينا كنهضروا على التريبيوتيك. شنو هو التريبيوتيك؟ واحد لا سوليوشن ثلاثيه، فيها البروبيوتيك اللي هو البكتيريا النافعه، فيها البريبيوتيك اللي هو مسائل غادي نبسطوها نقولوا كيتغدى عليها داك البكتيريا النافعه كتغدى عليها، وكاين لي بوست بيوتيك اللي كيجعلوها كتكاثر. فمثلا داك البكتيريا النافعه الا كانت لا ريكونستيتيسيون ديالها ولا الرجوع ديالها للجسم ديال الطائر، ولا انها كتثبت في الجسم ديال الطائر في واحد المده ديال 10 ايام، تقدر تولي لنا غير في واحد المده ديال 5 ايام. علاش؟ لانها كتدخل جسم الطائر وكتغدى مزيان وكتكاثر مزيان. هذا هو التريبيوتيك وهذا هو المفعول ديالو. ولكن في هذا التريبيوتيك ديما ولا البروبيوتيك اللي نخدموا به ديما نقلبوا ونشوفوا لي سوش اللي كاينين، ونحاول نختاروا دي تريبيوتيك ولا دي بروبيوتيك اللي فيهم واحد لي سوش مختلفين ديال البكتيريا النافعه باش نعطيو للطير الماكسيموم. اذا بالنسبه للبروبيوتيك حتى هما من الضروري تكونوا عندنا. لي ملتي فيتامين، لا فيتامين ك ولا ملتي فيتامين بانواعها، من الاحسن يكون عندنا جوج ولا ثلاثه ديال الانواع ديال الملتي فيتامين اللي كيعطيو بهم ان تونوس للطير، اللي كنوجدوا بهم الطيور في وقت التفراخ، اللي بزاف المسائل. الماده د لاكولين لي برودوي راه معطاهم الله، خصها تكون عندنا لاكولين حتى هي ثابته تما. لي زاسيد اميني جميع انواع ديال لي زاسيد خصهم يكونوا عندنا في برودوي. ديك لا جام كاناري جو بونس راه ممتازه، وكاين لي جام حتى هما راه عطا الله، يعني حديت ولا حرج، دابا اختار اللي بغيتي. لا كولين كي قلنا خصها تكون، لاسيديتي سواء خل التفاح، سواء الا كنتي كتخدم مثلا بان برودوي ايكيفالون لونتي هونغوس ولا افيدريس ولا ما يعادله، راه ما كتبقاش تقلب على لاسيديتي في خل التفاح بطريقه طبيعيه، فهي كاينه في هاد لي برودوي هادو. كان خل التفاح نحاولوا هو ما كما كان الا كان طبيعي راه لا افراط ولا تفريط، ولكن انا حاول ندير واحد البحث هذه السنين، كنحاول غير كنشوف ديك الدوزاج ديال خل التفاح. فالاغلب ديال المربين كيهضروا على 15 مليلتر في طرد الماء، كتعطينا واحد النسبه ديال الحموضه، لان كيتيستيوه وكيشوفوا شحال ملي كدير 15 مليلتر في طرد الماء شحال كيولي نسبه ديال البي اش ديال داك الماء. اوتوماتيكمون 15 مليلتر في طرد الماء هي لا دوز موين اللي مزيانه. بغينا ما ندخلوش في هذا الجدل، راه لي برودوي اللي فيهم لاسيديتي اونتي هونغوس افيدريس او ما يعادله راه كيعطينا لاسيديتي بطريقه مدوزيه ولا لا حرج عليها. دونك بالنسبه للفارماسي هادشي اللي خص يكون عندنا بالموازاه مع هادشي في الوقت ديال الانتاج. الا بغينا نتفاداو الموت ديال الفراخ، واخا غادي نقزو على موضوع اخر اللي هو ماشي موضوع اليوم، من الاحسن اللي كنعرف انا دابا، كنا هادي واحد نقولوا واحد نقولوا من 2016 عرفنا فلاجيلا ميكس، دابا كاين داك البرودوي ديال ستارتر ميكس والكروك نيو ديال كوتيل اللي هذه تجربه شخصيه كيعطيو نتائج ممتازه تبارك الله. فهادو تا هما من المسائل اللي خصهم يكونوا عندنا في ديك لافارماسي ديالنا الا بغينا نطلعوا الحدود ديالنا. هذه ماشي قاعده تنقولها وتنعاودها، ماشي تقدر تخدم بطيور بلا دواء بلا حتى شي حاجه ويجيب الله التيسير، وني لا تهضر على غرفه انتاج ودوز واحد لو نيفو ديال الانتاج وتوصل لواحد لي زوبجيكتيف اللي انت باغي توصل لهم، هذا راه مينيموم خصو يكون عندك فراسك بالنسبه للتشخيص وبالنسبه للتريتمون ديالك. هذه هي الفكره السياده.
تبارك الله عليك سي انس. بالنسبه للاخوان الاسماء ديال الادويه اللي كيذكر سي انس راه غير بحث بسيط، الفيديو غيبقى في الصفحه، الواحد يرجع ليه ويقيس سميه وراه يرجع يدير بحث وغيخرج ليه المنتوج ويشوفه ويقرا الاشكال. باقي عندنا بعد الامور اللي بغينا كدوينا عليها، منها هي الامراض الجلديه، الفطريات اللي كيداروا في الارجل كيخرجوا بعض المرات في المنقار، بالنسبه للاسباب بطبيعه الحال ملي كنهضروا على الوقايه راه كنهضروا على اصلا باش المهم نهضر على هذا السؤال وغنرجع بالزربه على هادشي اللي هضرنا عليه قبل. بالنسبه للوقايه من هاد الامراض كلها اللي هضرنا عليها خصنا واحد لو سيكل ديال الوقايه يكون ديما عندنا في لي تريتمون ديالنا. لاسيديتي خصها تعطى على الاقل، كنظن لاسيديتي خصها تعطى بطريقه وقائيه على الاقل مره في السيمانه، نعطيو خل التفاح او نعطيو ان برودوي اللي كيدير لا ريغولاسيون ديال البي اش. هذه الاولى. لا كولين الكبده ملي كنكونوا كندفعوا ديما خصنا نخدموا بواحد البروسيسوس، ملي كانوا كندفعوا للطيور يعني حبوب زيتيه مثلا شي حاجه خصنا نفكروا ان الهضم خصو يكون مزيان، الهضم خصو يكون مزيان، هي الكريت يكون عندنا ديما ما كيحيدش من ليكاج ديالنا، وهي خصو يكون عندنا انيفو داسيديتي مزيان اللي كيساهم على الهضم ياك، وخصو يكون عندنا مطهر للكبد. هادو ثلاثه المسائل اللي خصنا يكونوا عندنا بطريقه وقائيه، النظافه والتهويه وداكشي كامل اللي كاين، هداكشي كاع ما تنهضروا عليه تاهو من البديهيات. ولكن مالغري هادشي كله نقدروا في غفله منا مثلا ولا نقصت النظافه ولا هذا، ولا دخلنا شي طير فيه لاكال وما بيناش مزيان فكيوقعوا دوك ليكال ديال لي بات. ولكن هذيك الحاله فين ما كنشوفها راه كنعرف بلي راه ما كايناش النظافه في داك لاكاج، ما يعني هذا المسبب ديالها باين، اولا دخلت شي طير اللي هو فيه ديك لاكال ديال لي بات، راه داك الجدري ديال لي بات راه كيولي كبير. بالنسبه للمنقار راه كيكون سويتا وين كارونس، يعني نقص في شي حاجه، نقص في الكالسيوم، نقص في هادشي، باش ديما خصنا يكون عندنا الاكل المتنوع. ملي كيهضروا الناس على الاكل المتنوع بحال اللي هضر حسين اخر مره وركز بزاف على الاكل المتنوع وركز على المكملات الغذائيه، راه هما اللي ما كيكونوش ديك لي كارونس اولا داك النقص في واحد المكون من داكشي اللي كنعطيو للطيور. هنا فين كنهضروا على الطبيعي راه ما كافيش بوحدو، اولا نقدروا نعطيوهم بطريقه طبيعيه، فهاد المكملات الغذائيه نقص في الكالسيوم مثلا راه يقدر يعطينا داك المشكل ديال المنقار. دخلنا الطير فيه لاكال ولا فيه الجدري راه يقدر يعادينا طيور اخرين، يقيس غير مجتم يجي الاخر يقيس فيه وهي مشات. غفلنا على النظافه نفس الشيء راه يقدر يجينا داك الجدري. داك الجدري كنظن بالتجارب الشخصيه خصوصا كانوا في الكنار كاين واحد البرودوي اللي افيكاس بزاف، كاين في الفارماسي سميتو اجي ديرم، واحد البومادا سميتها اجي ديرم ما غاليهش بزاف وكتعطي نتائج ممتازه. اجي ديرم كاين واحد البرودوي تاو ديال بنادم غير هو غالي شي شويه وتا هو خدمت به شحال من مره في واحد ليكا وخدمو فوسيدين، فوسيدين تا هو ممتاز. وفي ذاك الوقت من الاحسن ديك لاكال ملي كيكون داك الجدري خصنا نقدروا نحيدوه بمقص لانه راه كيولي كيجرح حتى كيخرج الدم، خصنا نعرفوا كيفاش نحيدوه بشويه طرف بطرف. الى 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 ادراتينا داك الرجلين راه كيبدا ديك القشره اللي تكونات ديال داك الجدري كتبدا تطير بوحدها، ولكن خصنا نحاربوا دوك لي زكاريان اكسترن باش دي برودوي بحال هكا بحال هكا اجي ديرم ولا فوسيدين او ما يعادلهم، وراه واحد لو سيكل ديال السيمانه كيبدا يبان النتيجه. هادشي اللي كاين بالنسبه للامراض، بالنسبه لداكشي اللي كيبان بحال دابا الصلع مثلا او الريش كيخوا ولا هذا، فكنشوفوا بزاف هاد الحالات هادو، وهاد الحالات هادو ما عندهم علاقه بالبداله، فيمكن يكون الترسال البداله ديالو ودوز عندي بداله مخيره وطلع واحد كي تنقولوا حنا واحد الكسوه مزيانه والريش ديالو في واحد الحاله مخيره، غيمشي لواحد عنده واحد الملوع اخر مثلا غادي يزيدوا عليه ساعات الاضاءه غيبقى قصار عليه حتى تتعدل اللي كيتصنت عليه يوميا، اوتوماتيكمون تيكون عنده واحد ديزيكيليبر في التحكم في الريش، وكيبدا يطيح كيبدا يخوى العنق كيبدا يقدر يبقى ماشي حتى كيتصلع كامل. يقدر يكون بسبب الفاش حتى هو كيدير هذه المساله هذه خصوصا فوق البداله، كيخرب له الريش ديالو كامل الفاش،
وكيعطي داك الصلع. غير هو نقدر نقول بلي راه 80% من الحالات اللي كيوقعوا ديال داك الصلع ديال الطيور راه كيجي من ساعات الاضاءه اللي ما كتحترمش، وكيبقاو مقصرين بالطير لمده طويله وكيعطي هذه الحاله. فكاين اخوان كيهضروا على الثومه المد البحار، وده انا سنسخ عمري ما جربت هذا الشيء. انا بحال هذه الحالات، انا دابا اللي كنهضر معاك راه عندي واحد الحاله بحال هكا، جبت واحد الطير من عند واحد السيد يعني عاجبني كلامه، ودابا غندخلو حتى انا من بعد ان شاء الله للانتاج. هو ديما كيبقى يتصنت عليه يعني، كيبقى حتى العشرة والعشرة ونص الليل، وهذا يعني بدا خاويه لهذه البلاصه هذه كامله. هذه الحاله شنو كندير فيها؟ اولا كندير اكزولت او لا شي حاجه ديال الفاش باش كنقضي على الفاره ديال الفاش، وكنرجعو الساعات الاضاءه الطبيعيه، كينعس بحال الطيور ويفيق بحال الطيور، وراه كيجي بالله تيسير وكيبدل. كاين واحد لاستيس اخر كنوريو لنا شحال هذه، انا ما عارفش بالضبط شنو هو داك هاد الحاله، راه درناها في جروبات يعني السنين هذه، وكل مره كنقولوها لواحد الاخر، هذا اخواني كانوا كيسمعوا دابا راه يضحكوا. الزعفران شعره، الزعفران شعره، هذه قالوا لنا شحال هذه، قال لك ديرها، تنهضروا على رجع لله واحد 20 عام. وبصح الزعفران شعره فيه الماده ديال لاليزين ولا ميثيونين اللي هي مفيده للريش، لا في التبدال ديالو لا في لا كونستيتيسيون ديالو. دايوغ راه دايوغ هذه الماده راه كاينه دابا في سيدوكول، في اسيكول، في لابيوتين، لي برودوي ديال لابيوتين راه كلهم كتكون معاهم لاليزين ولا ميثيونين. فهذه بطريقه طبيعيه يعني الزعفران شعره راه تا هو كيدار في الماء، كدير غير شعره واحده مثلا كديرها في الماء كتطلق وكتبردها، لان كديرها في الماء سخون ومن بعد كتبرد داك الماء وكديرو وكتمشي به، كيعطي نتائج في هذه الحاله هذه. سينو الا ما بغيناش ندخلوا في هذا، نحترموا ساعات الاضاءه ونحاربوا الفاش، راه كنخرجوا من داك الصلاه، ونعاونوا الطير بلا ليزين لا ميتيونين باش كتولي لا كونستيتيسيون، كنعاود داك الريش يخرج دغيا ويرجع دغيا. هذا اللي كاين صراحه، غير كتقاد ليه عدد ساعات الاضاءه ديالو كيرتاح، راه كيوقع غالبيه اي مربي راه كيدوز عنده هذه القضيه في الاول، كيبقى سهران مع مقصر مع الطائر حتى كيوقع هذا المشكل. قلنا واحد الحاله هي راه كنت غنسولك على الصلع صراحه، تبارك الله عليك كدوز من بعض المرات من بلاصه كطيح فيك راه كن ما عليك، تبارك الله عليك. بقى هو المشكل ديال بعض المرات ديال العمى ديال الطيور، وبعض المرات داك البياض ديال العين كيولي الطائر عنده واحد البياض عنده في العين، حتى هو كيدير العمى ديالو. كاين اللي كيقول لك بانه كيتعالج، واش كيتعالج ولا ما كيتعالجش؟ هادشي اللي بغيت نعرف. اش نقول لك انا شخصيا وفي الحالات اللي شفت، انا براسي يمكن اطول طير طول عندي 11 عام، وفي داك ال 11 عام هادشي اللي تنقول لك بكري، في داك ال 11 عام راه دوز عام وهو يعني الشوف ديالو هادي وكينقص، وبالطبع بان ديك البيوضه في الاخر حتى تتمات. يعني ما شفتش انا بصراحه شي حالات اللي عالجنا اللي تعالجوا، الا كانت وقعت ديك الجلاله كيفاش غتحيدها ليه؟ يعني ما عندناش الكفاءه يعني باش نقدروا نحيدوها. وانا شخصيا حاجه اللي ما كنعرفهاش كنقول ما كنعرفهاش، انا هذه الحاله ما ضربتهاش وما دازتش عندي وعمري ما شفت شي واحد عالجها، هادشي اللي نقدر نقول لك. ولا كان شي حالات اللي نقدروا نستافدوا منهم راه ما كرهناش ان شاء الله. شي واحد الطرف فاش كيكبر في الطرف فاش كيطول في القفز بزاف كيكبر في السن ديالو، واحد 50% كتقدر توقع هذه الحاله هذه، وكتوقع بزاف خصوصا في الاقفاص اللي كيكونوا السلوكه ديالهم ملونين، كيكون يا اما السلك بياض يعني اللون ديالو كيولي هو كيشوف في البعد وكيشوف عنده شي حاجه قريبه بحال كدير لي مشكل في الشوف ديالو. غالبيا اي مربي راه كتدوز عنده هذه الحاله. تبارك الله عليك سي انس. الله يبارك فيك. اللي بغينا ندويو عليها ان شاء الله دابا هي ديال التطهير. كاين دابا التطهير، كاين اللي كيدير تطهير وقائي كما اللي قلت انت، كاين اللي كيديرو تقريبا من اسبوع على حسب الشهر، وبغيناك تدوي لنا ثاني على التطهير قبل الانتاج اللي هو ان شاء الله هو المهم. طريقه شنو هي الامور اللي خاصنا، واش ضروري اننا نديرو مضاد حيوي ولا نديرو غير امور اخرى؟ واخا بالنسبه لهذه المساله هذه غادي نرجعوا للناس اللي سبقونا في الكم والكيف اللي هما الاوروبيين. كتلقى دابا واحد الناس في اوروبا مثلا كيهربوا من انهم يعني يقتنيوا الطيور ديالهم من عند مربيين بلجيكيين اذا اللي كيعرفوهم كيفاش كيخدموا. علاش؟
لان التطهير اللي تيكون دوري مزيان يكون، ولكن تيكون هو اختيار، والناس اللي كيديروا التطهير الدوري تيكون عندهم العدد، فما تيكونش عنده خصوصا واخا تيخدم في الاقفاص راه تيطلق في لي بوكس مثلا او تيطلق في لي فولير او لا تيكون عنده عدد كثير يعني كتكون كثره، ما تيقدرش يتحكم في داك العدد كامل او اللي يبقى حاضر داك العدد كامل. كنهضروا على 150 طير راه كيولي بنادم ما يقدرش بالعين المجرد يحدد الطيور اللي مراد ملي ماشي مراد ملي، فاش كيدير؟ كيولي عنده واحد لو سيكل دو تريتمون اللي مثلا ان انتيكوكسيديا او لا ان انتيبيوتيك لارج سبيكتر او لا غير بايكوكس، وكيكون عنده واحد السيكل الدوري ديال واحد 3 شهور مثلا او لا ديال كل شهرين كيدار بالبروتوكول ديالو. فهاد الناس اللي كيديروا هادشي كيكون عندهم هاد الكم اللي كان عنده العدد كنتفهمها، اللي ما عندوش العدد كنظن جوج مرات كاع في العام اختياريا الله يجعل البركه. علاش؟ لان ملي كتكثر عاود من لي زونتيبيوتيك راه كتفقد طير داك لي زونتيكور ديالو وديك المناعه ديالو، وحتى داك كاين واحد الانواع ديال لي بكتيري بحال اللي تيوليو ميوتون او ديال لي فيروس تيوليو ميوتون ما كيبقاش ياثر عليه الدواء. فالناس اللي كيديروا هادشي بطريقه دوريه كي قلت لك كيكون عندهم العدد كثير. في بلجيكا هاد القضيه منتشر لانهم كيخدموا بالبايكوكس مثلا بالبايتريل وكيضربوا له لاغ سبيكتر وكيبقاو غاديين بالبروتوكول ديالهم كيبقاو الطيور ديما صحاح، ولكن بهذاك كيمشي عند بلاصه اخرى كيشريه يعني مربي اخر ما كيخدمش معاه بنفس الطريقه، لي زونتيكور ديالو قلال، المناعه ديالو ضعيفه، ما كياخذش اول ايفينمون ديكلونش له مثلا غير لاكوكسيديوز كيموت ليه الطير. فخصنا الى بغينا نديروا هذا الاختيار ديال الوقايه اترافير لي برودوي ديال التريتمون، من الاحسن نختاروا مثلا دي برودوي اللي هما اونتي باكتيريان او لا اونتي فونجيك ويكونوا طبيعيين. كاين واحد البرودوي مهم بزاف وطبيعي واللي دابا هو لا طوندونس سميتو اونتي ميكوزيس، راني جبت جوج المرات هذا العام ومازال غنجيبو ان شاء الله، ولا تحت الفرصه دابا نعاود نصوره. ما عرفتش صيفطو القبيله اونتي ميكوزيس هذا تقدر هو يعني لي موليكول ديالو مخدين من دي برودوي بيرمون ناتوريل، هو برودوي بيرمون ناتوريل. شنو فيه؟ فيه ان انتي فونجيك يعني مضاد للبيض يعني للطفيليات، مضاد لنسبه كبيره ديال البكتيريا، وفيه واحد النسبه ديال البروبيوتيك. انتي ميكوزيس انتي بكتيريان وانتي فونجيك وفيه دي بروبيوتيك. بحال هاد المسائل نقدر نخدم بهم بطريقه دوريه مثلا مره في 3 شهور او لا مره في الشهر، عارفهم اباز ناتوريل. بالنسبه للتطهير اللي هو بطريقه وقائيه واللي تيكون بلي زونتيبيوتيك خصني نعرف الا مشيت تهز داك الطريق خصني نعرف علاش هذوك الناس اللي كيديروها يديروا حيت عندهم العدد وما كيقدروش يتحكموا فيه حتى بالنسبه للملاحظه والتشخيص، دونك كيضرب كل شيء وكيبقى مهني. دونك هذا الاختيار اللي نديرو خصني نكون عارف علاش نديرو. الا بغيت نديرو وانا عندي مثلا نقول واحد العدد 30 طير 40 في الدار، نقدر انا 30 40 راه غنشوفها بعينيا الا وصلت لها. دونك من الاحسن الا غنديرها كاع غنديرها بدي برودوي اللي ماشي يعني ماشي بيرمون شيميك. نقدروا نهضروا على التيكوكس، نقدروا نهضروا على الانتي هونغوس، نقدروا نهضروا على الانتي ميكوزيس، نقدروا نهضروا على دي برودوي اللي فيهم لي زاسيد اميني وفيهم بحال دابا دافلور. دابا اخر ما كاين دابا، واخا دافلور الناس الحمام راه كيعرفوهم شحال هادي، ولكن دابا ولات واحد لومبالاج ديال دافلور فيه حتى المقنين، وهذا هما دو غير مسائل كان مش كنديروا الاشهار، مي هادشي هو اللي جاي دابا. دافلور وميكوزيس راهم لا توندونس دابا. فهادو مسائل اللي نقدروا نديرهم بهم نخدموا بهم بطريقه وقائيه، وهما مصوبين هما دي برودوي مصوبين اباز ناتوريل واللي ما غيردوناش المناعه ديال الطير نازله. هذا هو الميساج اللي بغيت نقول. الا غنخدموا بالانتيبيوتيك راه نخدموا به باش نعاون باش منين ندخل لهم داك الانتيبيوتيك يلقى فين يخدم، وفي واحد الطير مريض ما كانش انا كنقول شخصيا بلا ما نوصل له. ولا بغيت ندير وقائيه كاين دي برودوي اللي نخدموا بهم بطريقه وقائيه واللي يكونوا اونتي فونجيك اونتي باكتيريان وما فيهمش ليكول بيرمون شيميك بحال اللي كاينه في الانتيبيوتيك. نجيو دابا للبلونشيمون التطهير. انا شخصيا انا مع التطهير، واخا يكون دابا كنهضروا على لاتوش وتكون لاتوش سوليد وتكون لا سيليكسيون ناتوريل مزيان، ولكن هادو راهم هو داك المجال الايديال اللي كيقدر يوصل له بنادم، ولكن حنا راه ما واصلينش لذاك لاسوش بيرمون. ديما ترجعوا داك حنا واحد المجال غير طبيعي
دونك عمرنا ما غادي نكونوا متفادين 100% الامر هذا. فانا تنقول قبل فتره الانتاج من الاحسن يكون واحد البلانشيمون ولو خفيف، ولا بغينا ندير البلانشيمون ولا بغينا نتفاداو الانتيبيوتيك نقدروا نديروا بحال هاد لي برودوي اللي هما دي زونتي باكتيريان اونتي فونجيك واللي هما اباز ناتوريل. كاين واحد لا جام ديال جرين فيت حتى هي، حتى هي راها اباز ناتوريل كيقولوا عليها اباز ناتوريل، وحتى هي فيها كاع هادشي هذا، فيها دي زونتي كوكسيديان، فيها دي زونتي يعني فيها دي زونتيبيوتيك على سبيكتر، فيها دي زعمني محاربين لهذا الامراض التنفسيه، ونقدروا نديروا بها ان بلونشيمون. فانا كنقول ابتداء من شهر واحد الى غنخدم في شهر ثلاثه وخدام بطريقه اضاءه طبيعيه، غنعرف بلي الطيور غيبقاو جايين باش في بدايه شهر ثلاثه غيبداو يبينوا ليا، غيبداو يبانوا العشاش الاولين في شهر ثلاثه، يعني يبداو يتجمعوا العشاش الاولين في شهر ثلاثه. ملي كنوصل لديك 12 ونص راه كيبدا يبان الخير، حتى ملي كنوصل ل 14 14 ونص صافي راني وصلت للماكسيموم. دونك في شهر واحد كنعرف بلي من هنا شهرين غيبداو جايين عندي الطيور الوجاده، داك الساعات نقدر ندير ان بلونشيمون ديال واحد الشهر ونص قبل ولا شهرين من الاحسن قبل. داك البلونشيمون نقدروا نديروا فيه سولفاميد، نقدروا نديروا حتى ان انتيبيوتيك على سبيكتر، انتيبيوتيك واسع الطيف، وديما تركزوا تنعاود اننا خصنا نديروا معاه البروتوكول العلاجي ديالو اولا البروتوكول ديالو، حيت هذوك لي برودوي راه فيهم شنو هي لا دوز ديال الوقايه وشنو هي دوز العلاج. فالا غندير ان بلونشيمون خصني نمشي نحترم لا دوز الكور البريفونتيف ديال الوقايه هي اللي ندير. مثلا واحد البرودوي فيه 5 ايام هما دايرين فيه يومين في الوقايه، غندير غير داك اليومين في البلونشيمون ديالي انا باش نخلي الطير خدام لي زونتيكور ديالو. منين ندير ان انتي باكتيريا باش ندير به البلونشيمون خصني نفهم بلي راه ضروري خصني نرد البكتيريا النافعه، وخصني ندير الملتي فيتامين، وخصني ندير لاكولين باش نصفي، ونبقى غادي بواحد لو سيكل من بعد هادشي ديال لاكولين ولاسيديتي باش ما نخرجش على الطيور وردهم فراجيل واول ايفينمون يقتلهم. هذا هو الميساج. ولكن البلونشيمون راه مزيان وكيحمينا من مجموعه ديال المسائل اللي كيكونوا في الوالدين وغير في التوكال كيقدروا كيكونوا هما دي بورتور سام، كيدوزوا مجموعه ديال الانواع ديال الطفيليات وديال البكتيريا ديال الولد ديالهم كيقتلوهم، اولا كيدوزوا للبيض اترافير. نقدروا نهضروا على البوان وار، نهضروا على المسائل الاخرى اللي كدوز. دونك البلونشيمون كيظهر لي انا في الاختيارات من الاحسن يدار داك البلونشيمون واحد دو موا افون لو سيكل ديال لا ريبرودكسيون. شكرا سي انس، وخصوصا الطيور اللي فايته كانت عندك ومرضات، ولا الطيور اللي جتيها جديده باقي ما عارفاش الاصل ديالها كيفاش كانت عايشه. نقدر نقول الطيور اللي عندك زايده عندك وعارف الاصل ديالها وعارفها ما مريضه ما والو، وعارف اصلا هي السلاله عندك خفيت خدام بواه شدو وعندك سلاله مزيانه ماشي مشكل، ولكن الطيور اللي جديده ضروري. نعم تفضل سي انس. قلت لك بالضبط هادشي اللي قلنا. هي فاش كنهضروا على لاسوش ملي كتكون عندنا اون سوش وكنعرفوا شنو عندنا راه ضروري، راه تنقولوا داك البلونشيمون ماشي ضروري. وحتى في هذه الحاله نقدروا نديروا واحد البلونشيمون، انا تنقول غير كيفاش كنديروا داك البلونشيمون هذه اللي باغي نركز عليها. خصنا ديما داك البرودوي اللي اختاريناه نحترموا له لا دوز ديالو ديال البريفونتيف ماشي ديال الكوراتيف مثلا، ونديروا البروتوكول ديالو وراه كيجيب الله التيستي. بارك الله عليك. وانا قدوا لينا دابا على الحجر الصحي، لا كارونتين، مني كنجيبوا شي طائر شريناه ولا جبناه من عند شي واحد بغينا نتفادنا معاه في الطيور شي حاجه، واش نخدموا فيه حتى هو وحتى الطيار كوقايه؟ وبغيت تدوي لينا على بعض الفطام ديال الطيور ملي كيطفيطوا كيوقع واحد المشكل. سير تفضل. نبداو بالطير اللي جبناه من بلاصه اخرى اللي عاد اقتنيناه ولا عاد شريناه ولا هذا، باش نكونوا واضحين. يعني لا ميزون كارونتين او لان كنديروا الطير 40 يوم سيباري على الطيور ديالنا باش نراقبوا عاد نديروه، هذه نظريا راه كاينه، ولكن الولاعه والحب ديال الولاعه راه المخير كيدوز عنده واحد 15 يوم حتى 20 يوم كيدخلوا مع الطيور. باش نكونوا واضحين، الا بان لك الطير صحته مزيانه دوز لك غير سيمانه اون كارونتين وبان لك مزيان قلبتيه بان لك مزيان هادر داوي زعما جاي للخدمه خصوصا في وقت الخدمه راه كتدخلو. ولكن يعني نظريا راه خصك دير الطير اون كارونتين باش الا كانت فيه شي حاجه راه كتبان عليه، او لا يعني ملي كتبان عليه راه كنطريطيوه عاد كندخلوه داك الساس على الطيور، ما بان عليه والو
نورمالمون اي سانتيفيكمون بوندون 40 جور الى ما بان عليه والو راه ما فيه والو وكيدخل عند الطيور. فنظريا كي قلت مزيان نديرو الترن نعزلوه بوحدو ملي كنجيبوه من بلاصه اخرى، هذه حاجه مفروغ منها، ونراقبوه ونقلبوا له صحته وما فيها باس نديروا له واحد التطهير اللي خفيف بحال اللي درنا على التطهير ديال الطيور ديالنا قبل لا برودكسيون، نقدروا نديروا عاوتاني ان اونتي باكتيريان وان اونتي فونجيك، وعاد ندخلوا للطويرات ديالنا ونديروا له البروتوكول ديالو عاوتاني كي قلنا بالبروبيوتيك وبالميلتي فيتامين وبلاكولين، وندخلوا للطويرات ما فيها حتى شي باس. ولكن عمليا راه المخير فينا كيحط واحد 15 اليوم و تيدخلوا هادي. المهم هو ملاحظه الا بان لك الطير فيه شي حاجه كتبان لك تقلبوا وتعاود وتقلبوا وتعاود وتقلبوا وتعاود، راه الا دوز 15 اليوم ما فيه والو قلبتيه ما فيه والو، من الاحسن دير له واحد التطهير خفيف وتدخلوا مع طويراتك. بالنسبه للطيور، بالنسبه للوليدات والفراخ، وهذا موضوع كبير، مزيان يوقع الانتاج ويعني يوقع كنفرحوا بداك التزاوج ديال المقنين، لي باراد ديالو، الهياجه ديالو، جميع العاش، التبياض، هادشي كله مزيان، كيخلقوا الفراخ. هذا كندخلوا فواحد ستاج اخر ملي كيتفرخوا، دير شنو خصهم ياكلوا وشنو خصهم هذا. المهم راه هضرتوا مع هادشي مع السي حسين اخر مره، كنظن حنا غنديروا اشاره بسيطه من الناحيه الوقائيه والعلاجيه. طيور ما بين تفقيس والخروج من العش حتى 28 يوم حتى 30 يوم، هذاك ستاج ثاني، وكاين واحد ستاج ثالث ديال من تشطمو حتى البداله. فانا نقول واحد النسبه غير مبالغه، 50% من الطيور كيتفقدوا في هاد لي 3 سيكل، نقدر نقول واحد 20% كيمشيو في العش، وواحد نقولوا واحد 30% كيمشيو حتى لمعدة الفطام، والباقيه كتمشي وقت البداله. ف كنعطي واحد المثال ديما، يمكن يكون ماشي هو المثال اللي خصو تعطى، ولكن شحال هادي كانوا في البشر، كانت المراه كتولد 9 اولاد، كتقول لك راه ولدت 9 وكان عاشوا لي 4، فلانه راه ما عاشوا ليها كاملين، ولكن ديك اكسبسيون كانوا كاع الامهات كيولدوا، كانت الكثره في الولاده وكانوا كيموتوا الاولاد بزاف. الفرق دابا شنو هو؟ النسبه ديال المورتاليتي نقصات، لان شنو وقع؟ العلم عطى لي فاكسان، ولاو لي فاكسان كيداروا ضد هذا المرض وهذا المرض وهذا المرض وهذا المرض وهذا المرض، امراض شائعه اللي كتقتل الجنس البشري، كان بوحمر كيقتل، كان السل كيقتل، كان الكوسح كيقتل، كان مجموعه ديال المسائل. هذا غير باش نعطيو مثال، ملي ولاو لي فاكسون اوتوماتيكمون النسبه ديال المورتاليتي نقصات. نفس هذا البرانسيب نقدروا نطبقوا على الطيور، غير حنا ما كنديروش سي با فريمون ان فاكسون، وانما واحد 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 لي برودوي اللي ولاو مديورين باش كيحاربوا ولا كيقلوا نسبه الموت ديال الفراخ في العش. وكاين دي برودوي دابا اللي كيتعطاو بطريقه دوريه حتى كينوصلوا معاهم للبداله. شخصيا شنو كندير؟ وهادشي ما اخترعته، تتخاصموا معنا اخوان اللي كيديروا العادات واللي كيخدموا بالعادات وهادشي. مثلا فلاجيلاميكس كيتعطى 3 ايام، هو راه سي انتيبيوتيك على سبيكتر باش نتفاهموا، غير هو فيه واحد الدوزاج اللي صغير وصالح للفراخ للولاد، ما تيقتلش الولاد ما تاثرش عليهم. كان فلاجيلاميكس، دابا ولا ستارتر ميكس، هذا اللي كنعرف انا. كاين دي برودوي اخرين، ستارتر ميكس ديال كوتيل، طريقه العمل ديالو 3 ايام قبل ما يفقس البيض كنديرو في الماء للوالدين، كيحارب مجموعه ديال لي باكتيري وكيحارب مجموعه ديال لي زكاريان ديال الحلق وكيحارب مجموعه ديال المسائل اللي فيه لو لارج سبيكتر، كيشربوه الوالدين 3 ايام قبل ما يتفقس البيض، ومني كيتفقس البيض كيبقى ديك 5 ايام الاولى كيشربوه الوالدين في الماء. وانا شخصيا كنزقو سيرينوس شنو هو البرودوي اللي غندير، اولا كاين داك قدر في اليومين الاولى راه كياخذوا داك اولا نقولوا حنا 24 ساعه الاخرى الاولى كياخذوا داك لوليد وجابو، يعني حليب الام. كاين دابا واحد البرودوي اللي هو لوليد وجابو، كيدار نهار الاول نهار الثاني
هذاك البرودوي حتى هو داير بحال لافانتين، راه كاين في لا جام داك سيرينوس وكاين في دي جام اخرين، المهم انا اللي استعملت هو لا جام سيرينوس وراوها لي الناس ذاك الوقت وكنت كنخدم بها. دونك داك اللي وليد جابو اللي هو حليب الام اصطناعي كندير فيه واحد النسبه ديال ستارتر ميكس بحال ديك اللي كاين داك التحليل اللي كاين في الماء، لانه هو سان دوزاج كدير واحد النسبه ديال البرودوي غبره في الماء وكتعطيه للطيور يشربوه الوالدين في الماء مزيان، وانا عاود الاولاد كنديروا داك داك يعني داك اللي جابوا داك الكروب ميلك سميتو كندير فيه نفس الدوزاج هو الماء باش كنخلطو وكنزق به الوليدات ابتداء من النهار الاول الثاني وعاوتاني ابتداء من النهار الثالث صافي كندوز لافانتيان ولا للسيرينوس ولا المهم وكنخلط به وهذاك الماء اللي كنخلط به هو ديال هو اللي فيه التحليل ديال ستارتر ميكس وكنمشي به ديك الخمس ايام كدوز حتى كتوصل ديك 28 يوم كيلو الطيور غيبداو يغادروا العش في الباطي في الباطي كندير الكروكنيو اللي تا هو ديال نفس ديال الدكتور كوتان وكنبقى غادي به بطريقه دوريه داك الكروك هذا الكروكنيو كنبقى غادي بطريقه دوريه حتى كنقرب نوصل للبداله كاع وبهذه الطريقه الحمد لله لا مورتاليتي نقصات بزاف يعني يعني انا لا عندي ولا عند الناس اللي كنتقاسموا معهم التجارب هاد لي دو برودوي راهم مخيرين وراه كيعطيو نتائج يعني كيبان لك الفرق كيبان لك فريمون الفرق. طبيعة الحال انا هضرت على هاد لي برودوي لان عندي تجربه فيهم، كاين بزاف ديال لي برودوي اللي ضد النقطه السوداء، كاين بزاف ديال لي برودوي اللي فيهم تما دي زونتيبيوتيك بالنسبه اللي كيمنعوا موت الفراخ في الاعشاش، مي انا هضرت على هاد جوج لي برودوي اللي انا خدمت بهم. كانت قبل فلاجيلاميكس كنخلطوها مع التيلا، منين ظهر ستارتر ميكس ولينا خدامين به وعطانا نتائج وتبعنا الموجافي حتى حنايا. هذا اللي نقدر نقول لك. ما نقدروش نختارعوا، ما كاين بزاف كنشوف بزاف ديال النقاشات في هذا الموضوع كيتعطاو مسائل في الماء وهذا. المهم انا نقدروا نمشيو بطريقه طبيعيه وما نديروا حتى حاجه من هادشي ويجيب الله التيسير، مي باش نطلعوا الحدود ديالنا كنظن ان هاد لي دو برودوي عاطي نتائج مبهره بالنسبه للناس اللي كيديروا ليلفاج بكثره. هادشي اللي بغيت نقول لك، نتمنى نكون جاوبتك. تبارك الله عليك سي انس، كما دويتي في الاول حنا باغيين نصايبوا واحد الوسط نتحكموا فيه، داكشي علاش حنا كنستعملوا هاد الامور باش نتحكموا في هذاك الوسط ونزيدوا النسبه ديال النجاح وديال الطيور اللي غتاهل باش تبقى معنا السنه القادمه. غير هو الاخوان واحد القضيه ديال النسبه ديال الضياع ديال الطيور، لا بالنسبه للطيور اللي غتدخل اول مره باش تخدم بهم توصل لهم الانتاج، ولا الطيور اللي غيتفطموا وغتوصلهم للسنه القادمه، راه ضروري من واحد النسبه ديال الضياع ديال الطيور، حيت ماشي كاع الطيور كتزاد عندها مناعه كبيره. وفي الطبيعه كتوقع هذه القضيه، في الطبيعه راه ماشي كاع الطيور كتعيش، ضروري الطيور اللي عندك واحد الطيور راه غتضبط مع البلاصه وغترتفع المناعه ديالهم، وكاين كتجي اصلا تجيب طيور كتكون من بين هذوك الطيور كتكون المناعه ديالهم ضعيفه، راه كيبدا يكبر كيوصل لواحد المرحله صافي وكيحبس صافي ما كيبقاش يا اما يزيد ولا كيحبس صافي كيموت. يعني لا كتبقى واحد النسبه كما قال سي انس 50% 60% راه الله يجعل البركه راه نسبه كافيه، ولو وصلتي ل 70% راه قلنا غنقولوا راك وصلتي للطوب. تبارك الله عليك سي انس، بغيت ندوي معك على واحد الموضوع ان شاء الله دوينا حيت صراحه راه كنبغي نقول لك شي سؤال كنكون حاطه كنلقاك جاوبتي على السؤال ضمن السؤال اللي قبل منه. هضره في هضره وصافي، باش نلقز على حوايج اخرين خصوصا حوايج اللي هضر عليهم مرات كتجي زوينه. انا داك الشيء ملي كاين شي سؤال كنضرب عليه كنلقاه صافي ديز. بغينا دابا طريقه ديال رفع المناعه ديال الطيور، اسمح لي الطريقه كيفاش غنرفعوا المناعه ديال الطيور؟ كيفاش غنرفعوا المناعه ديال الطيور؟ يعني يعني هذا السؤال هذا غادي نرجع عاوتاني للطبيعي، نرجع للطبيعي وغادي نقولوا بالله راه المناعه مثلا عند الطير الخلوي ديما غتكون مرتفعه بزاف على الطير كاين في وسط متحكم فيه، بحال داك اللي عاود في العروبيه تياكل الزيت وتياكل الطبيعي وتياكل تيتنفس هواء مزيان
و تيضرب سي ديبون سون انرجي، تيضرب الجبل تيضرب وصل الراس تيهبط وتيمشي حرف تيدير عمليه دويه وتكون عنده واحد الدوره دمويه معينه وواحد الهواء كيتنفسه راه بحال هكاك الطير اللي في الخلا، راه كيطير يفرفر عنده واحد الدوره دمويه معينه تياكل واحد المجموعه ديال المسائل الطبيعيه. فهذاك بوحده المناعه اللي عند هذاك الانسان اللي كيدير هاد المسائل كامله، ماشي المناعه اللي عند هذاك اللي في المدينه اللي كيضربوا الرواح كيمشي ياخد كيمشي ياخد ما نعرفش كياخد دولي برام كياخد وكياخد وكياخد، راه ماشي نفس المناعه وراه هكاك الطيور. داكشي باش في الاول هضرنا تاع الوسط وهضرنا على الاقفاص، شي كل ما كان القفص كبير كل ما الطير طار اكثر، كل ما اومون تكون عندك واحد النسبه انه كيتحرك اكثر وكيدير مناعه كيكون مؤهل ان تكون عنده مناعه اكثر من طير في قفص صغير في بوشيطه مثلا. فالمناعه كتجي مع الوسط بعدا، لان الطير تيكون مؤهل ان تكون عنده مناعه قويه، وكتجي خصوصا من داكشي اللي كنعطيوه ومن الوسط اللي كيعيش فيه. الوسط اللي كيعيش فيه قلنا الاضاءه التشميس دور كبير عندي. الماكله الا كانت كل ما كانت متنوعه كل ما كتعطي مناعه. الناس اللي كيهضروا غير على الطبيعي، ملي كتولي تدير مثلا مناقع طبيعيه كتهضر لي على المناعه، كتعطي مناعه اكثر وكتخدم لي زونتيكور. هنا كنهضر معك على الطبيعي اللي كيهضروا على المناعه والوقايه. يعني اللي هادو اللي دابا ملي دابا عاوتاني غادي نرجعوا بالعكس وغنقولوا كل ما كان عندنا وسط متحكم فيه وما خدمناش فيه بلي برودوي كيميك، كل ما كانت عند مناعه اكثر عندك الطيور، وكل ما كان عندك الطيور بلو سوليد. فملي كنهضروا على الوقايه وعلى التطلع ديال المناعه، كاين دي برودوي اللي كيطلعوا لنا المناعه. شي هضرنا قبل على دافلور وعلى اونتي ميكوزيس، راهم دي برودوي اللي كيطلعوا المناعه ديال الطير وكيخدموا لي زونتيكور ديالو وكيعطيوه وقايه من مجموعه ديال لي بكتيري ومن مجموعه ديال الطفيليات. فملي كنهضروا على داك لو سيكل ديال المكملات الغذائيه اللي فيهم لي زاسيد اميني واللي فيهم المسائل اللي هي حمضيه واللي فيهم مطهرات الكبد واللي فيهم دي ملتي فيتامين اللي كنعوضوا بهم داكشي اللي ما كيلقاش الطير في القفز اللي كيكون كياخذوا في الطبيعه وما كيلقاش، دي بروبيوتيك دي ملتي فيتامين، هادشي كله كيطلع لنا المناعه ديال الطير. وكاين دي برودوي دابا الا قريناهم اللي هما اباز ناتوريل، فهادشي اللي مدير للمقنين والكنار كنلقاو بلي راه الا قرينا مثلا غير دافلور مثلا كنلقاو بلي راه كيطلع لومينيتا ديال الطائر، اذا هذا برودوي كيعاون الطائر على انه يطلع المناعه ديالو. ملي كنديروا مناقع ديال الثومه والحلبه، كنعرفوا الحلبه كتوكل مثلا وكتطلع المناعه، كنعرفوا الثومه كنعرفوا من الزوعه ديال الاعشاب اللي كيداروا. هنا كنهضروا على الطبيعي وكنديروا مناقع كنديرهم في الماء بطريقه دوريه اللي كيطلعوا لنا المناعه ديال الطير. التنوع ديال الماكله هو نفس الشيء، كيعطينا واحد الاهليه اكثر ان المناعه تكون قويه. الطير اللي كياكل الزوان ماشي هو الطير اللي كياكل لي غرين جيرمي واللي كياكل لابير الموربيد واللي كياكل الورقيات فوقتها. كنركزوا على القضيه ديال فوقتها، حتى ملي كنبغيو نعطيو للطيور واحد القضيه قبل هضرنا على يعني ساعات الاضاءه وهضرنا على الساعات ديال يعني ديال الاضاءه ان خصنا نحترموا داك لو سيكل. راه في الوقت في الماكله راه خصنا نحترموا داك الشيء اللي كياكلوا في الطبيعه، ماشي حنايا في شهر 8 وهو راه داك الساعات غرانيفور 100% تيكل غير الحبوب، وحنا جالسين زارعين الحريقه عندنا في واحد المحبقه وتندفعوها ليه. لا راه ما يمكنش، راه خصنا نبقاو على حساب داك ساعات الاضاءه الا لاحظتي المقنين في الخلا على حساب ساعات الاضاءه وعلى حساب الطقس كيكون واحد النوع ديال الماكله. داك النوع ديال الماكله خصنا نحترموها باش تبقى المناعه ديالو مزيانه وباش يبقى داك ليكيليبر عنده. مثلا دابا في هذه اللحظه هذه الطيور في الخشن تياكلوا تياكلوا الجرنيج، ودابا شويه غيدوروا للمورون بلون وغيدوروا شويه ديال الخضوريه، وفي شهر واحد غنلقاهم طايحين في الحريقه والبيسون لي وما غاديين مع الوقت. دونك خصنا حنا في داكشي اللي كنعطيو يكون تنوع ولكن مع احترام لو سيكل ولا الكثره. هذه المساله اللي بغيت نقول الموسم. شكرا سي انس. واحد السؤال غيكون هو اخر سؤال في الحلقه ونخليه الاخوه اللي عنده شي تساؤل ان شاء الله باش تجاوب عليه. واحد العنوان كنشوفه بزاف في فيديوهات، علاج مرض التسيف، مرض التسيف، الاعراض ديال مرض التسيف. بغينا نعرفوا واش كاين شي مرض سميتو مرض التسيف
ولا هو واش عرض ولا ديال الأمراض ولا شنو هو هذا السبب؟ بطبيعة الحال التسيف هو شنو هو التسيف؟ هو الصدر ديال الطير كيولي حاد، يعني بحال شي سيف. ديما في الأمراض كاين أعراض وكاين نتائج ديال دوك ديال واحد المرض، كيعطيني واحد الأعراض. فمثلا التسيف هو راه نتيجة ديال واحد المرض كاين، ملي كنهضرو على ميغا باكتيري مثلا، لا ميغا باكتيري شنو كتعطينا؟ قلنا قبيله كتعطينا واحد واحد ديزيكيليبر في البروفونتريكول، حتى ما كيبقاش يستافد من الماكله، جالس حدا الماكله الجونه كيهرس فيه، اولا داكشي اللي دوز بحلقه كيهبط مقسوم على جوج ولا ثلاثه، ما كيتهضم ما والو، اوتوماتيك موليكول ديال الطائر ما كيستافدش من داك البودور اللي كياكل، من داك الماكله اللي كياكل، واوتوماتيكمون راه كيضعف اولا كيقطع الماكله، وحتى الا قدر ياكلها راه ما كي البروفونتريكول اللي هو غيهرس داكشي ويجعلو يتهضم راه ما كيهرسوش. فالتسيف هو غير ناتج عن مرض، خصنا نعرفوا شنو هو المرض اللي جعل داك التسيف وهو اللي نحاربه. واحد الاشاره بسيطه خصنا نرجع لها، فاش كنكونوا دايرين واحد البروفون، واحد العاده، واحد العمل، واحد التريتمون، خصنا نحداو الطير واش كياكل، وكاين حالات اللي خصنا نديروا لهم ستورانغ حيت ما غياكلوش. وانا شخصيا كان راه الاخوان شحال مره وريتهم لهم حالات اللي تعتقوا بالستورانغ حتى ولاو قادرين انهم ياكلوا، حتى دازوا البيسون اللي اون باراليل، حتى دازوا لي غرين تخدم فيهم الدواء. فبعض الحالات ديما خصنا نركزوا، لان الطير عطيناه الدواء، عطيناه هذيك الحراره اللي خصو يسخن فيها، عطيناه هذاك البروتوكول العلاجي، وخصنا نحضروا واش كياكل وكيستافد من الماكله، وداك الشيء اللي كنعطيوه كنشوفوا واش كلاه ولا لا، ولا ما كلاش نقدروا نوصلوا واحد الطب ديالنا نديروا له السورانغ. فالتسيف باش نرجع للتسيف هو غير نتيجه وماشي مرض كنظن. هادشي اللي بغيت نعرف، حيت غالبيه الاخوان ملي كيقول لي كيقول علاج مرض التسيف، انا اللي عارف ان الطائر ملي كيمرض بحال الانسان، واحد راه كيمرض راه كيتعاف، كيوصل لواحد الجسم ديالو كينقص من عادي، يعني واحد مريض راه غيكون عنده مشكل ديال التسيف راه ضعاف، يقدر يكون مريض باي مرض كما يكون نوعه، حاله من الحالات اللي غتؤدي للتسيف راه هو داك المرض. اي طائر كما يكون نوعه يقدر يوصل لهذه القضيه، وماشي عنده هو علاج بالضبط، خاصنا نشوفوا المرض اللي عند الطائر والاول نعالجه. خليوا الاخوان اللي عنده شي سؤال ان شاء الله في الموضوع ديال الحلقه ندويو عليه ان شاء الله. تفضلوا الاخوان اللي عنده شي سؤال راه نجاوبوا عليه باذن الله. كاين الاخوان اللي كانوا كيحطوا الاسئله، ولكن اللي عبغي شي سؤال يعاود يكتبوا دابا ان شاء الله. سي فؤاد العلاتن كيقول لك شكون هو المبتدئ اللي غينتج؟ ما فهمتش. زعما شنو هو النوع ديال البروفيل ديال المبتدئ اللي يمكن له ينتج؟ بعد السي فؤاد. فؤاد من قبيله هو كيجاوب على الاسئله هنا مع الاخوان. ما تخافش عليه فؤاد، داكشي عنده في باش نجاوبك اخي فؤاد، المنتج المبتدئ اللي غينجح اولا التيسير من عند الله سبحانه وتعالى، هذه اول حاجه نقدر نقولوها. ثانيا اللي كان مبتدئ وما كيفهمش كاع، فما يعرفش يختار الازواج، فاذا انتج فراه تلقى ولا واحد لو كوب اللي لقى الظروف فاش يخدمه وخدم، وهذاك لو كوب غيعلمو كل شيء، غيعلمو واحد 50% من داكشي اللي غادي يصلح ليه من بعد. فهي مسألة السخير من عند الله، وأن الإنسان يوفر المينيموم ديال الظروف اللي خصهم يكونوا باش يكون داك الإنتاج. وهادشي كامل اللي هضرنا عليه راه كاينين تجارب ديال الناس فرخوا بالزوان والماء وبالطبيعي، وعطاو الحريقة وعطاو البيسون لي وكلوا بها، وجابوا شوية البيسون اللي فيها لي بيسخون وكلاوهم الأولاد الوالدين، وعطاو البروتينات لولادهم، وداروا شوية البيض وشوية الخيار وشوية ديال هذا، وجاب الله التيسير. هادشي كله ما تيمنعش أن هادشي راه ماشي قاعدة، هادشي كامل متيمنعش ان بالمينيموم تقدر تفرخ ودير، غير النسبه الكبيره هي ديال حنا كنهضر انتاج، هي ديال اننا كنطلعوا الحدود ديالنا باش نديروا الماكسيموم، والتيسير من عند الله سبحانه وتعالى. تبارك الله عليك. الاخ رضا كيسولك يقول لك شنو هو المرض ديال الكوباسيليزوز؟
غلط فيها هو الكولابيسوس. الكوليباسيلوز هو غلط فيها. باش شخصيا نهضر معاك ما نعرفش شخصيا انا الكوليباسيلوز، مي الا كان عندي الكوليباسيلوز وخرجت من 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 تقدر تبحث عليه وتقرا عليه في الانترنت، ولكن سمح لي راه ما تعرفش تشخصه، واخا يقول لك لا راه المهم كتكون واحد النواه كتكون كتبان لك كحله بحال الكبده وهي ماشي كبده، المهم نقدروا نقراو في الانترنت نبقاو نقراو حتى الغدا، مي انا شخصيا ما كنعرفش نشخصه، وما كنظنش انني غنحاول نبحث انني نشخص واش هذا كوليباسيلوز ولا لونكيستيريلوز. باغ كونتر انا غنعرف بلي انا كمربي شنو غندير الا خرجت من لا توكسوبلازموز ومن لا كوكسيديوز من داكشي اللي باغي انا عارفه، غندير ان انتيبيوتيك على سبيكتر وغنتكل على الله. هذا هو الجواب ديالي. اما باش نشخص واحد الكوليباسيلوز ونفرقها في اطار الاعراض على نقدر نبقى نقرا ونقول لك هذه ها كيفاش وهذيك كيفاش، ولكن راه ما كنظنش ان التشخيص ديال الكوليباسيلوز غيكون بالعين المجرده. واخا الكوليباسيلوز دابا الا دخلنا غنلقاو بلي راه المهم كاين صور غادي تبان لك الاوكولي كيدار واحد النواه كتبان كحله وكتقصاح الا بركتي عليها. داير غير واحد الحوار مؤخرا مع السي هشام اللي كنسلموا عليه، راه كيقول لي كتبرك عليها راه كتقصاح كتعطي واحد النواه وكتولي قاصحه وهذا، ولكن الانسان سيغمون باش نكونوا واضحين التشخيص بالعين المجرده ما يمكنش نخرجوا هاد الامراض كاملين، نحاول نعرفوا غير شنو هما الامراض الشائعه وكنخدموا بهم. فلت لينا التشخيص راه كندوزو الواسع الطيف اللي واخا نغلطو حنا في التشخيص راه كيضرب لنا داك المرض سواء طفيلي سواء بكتيري. الاخ كيسول على داك المنتوج ديال بي اس واش كيقضي على الكوكسيديا. كاين حالات بزاف اللي كيتستعمل فيهم البي اس وكيقضي على الكوكسيديا، ولكن الا غنمشي ناخذ البي اس نمشي ناخذ واحد المضاد، لان البصل اللي ناخذنا البي اس اللي هو بروديوم ديال الحمام ديال لا مارك بيلغافيت ولا شنو، غادي نمشي ناخذ واحد المضاد الكوكسيديا اللي خاص بالطيور ويكون عنده اندوزاج محدد للمقنين ولا الكنار وفيه واحد يعني النسب ديال النجاح اكثر، ولكن كجواب راه البي اس تيخدم في بعض الحالات الكوكسيديوز. سلام خويا سيد واحد واحد صديق كيقول لك جيت لقيت واحد الانثى عندي من جيت من الخدمه لقيتها مبورشه، كيف اشخص المرض لمعالجتها؟ كون حضرتي من الحلقه من الاول بغيت غني دويلنا على هذه القضيه ديال التشخيص ديال المرض، حيت كاين بعض الاخوان ما كيعرفوش كيفاش انك خاصك تشد الطائر تشخص المرض ديالو، يعني واش منين غتشخصو من البطن ديالو حاشاك من البراز ديالو، حيت كاين اللي كيشوف كيقول لك الطائر عندي مقوبر هو صافي هو الشيء اللي كيعرف. هو 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 اصلا البراز راه كيعطينا واحد النسبه كبيره، ملي كيكون عندنا اون دياري واللون ديال لا دياري راه كيعطينا واحد مثلا الاوكول اللي هضر عليها الاخ راه كتعطينا واحد الخضوريه في البراز، السالمونيلوز راه كتعطي الخضوريه في البراز، هذا كمثال. غير هو ملي كنخبطوا الطير من غير ان الملاحظه ديال اللون ديال البراز ولا يعني الشكل ديال البراز يعني كنقدروا الطير خصنا نشوفوا الكرش ديالو، كنشوفوا الصدر ديالو اللون ديالو واش احمر واش ازرق ولا لا، التسييف واش كاين فيه، كنشوفوا البطن. البطن كيبان لنا مجموعه هاد المسائل، كيبان لنا الكبد، كيبانوا لنا الانفكسيون ديال الامعاء ياك، وكيبانوا لنا واحد بعض المرات ديزانفكسيون اللي كتخرج واحد الصفوريه في المخرج ديال الطير، فهادشي كله كيبان لنا كتبان لنا الحموريه ديال لاكوكسيديوز. هادو هما الاعراض الشائعه، الحموريه راه كوكسيديوز، ليزانفكسيون انتستين راه كيتنفخوا المسارن دونك اوتوماتيكو كنفكروا في في في, في لاكوكسيديوز، او لا الا كانت ديك الحموريه طالعه حتى للصدر كنعرفوا بلي داكشي دايز في الدم. سي فؤاد سي انس وقنا مشي تكون كسيو سي انس عنده شي مشكل في الكونيكسيون وقيلا ولا التليفون خويا مشارج.
اخوان بالنسبه للاخوان اللي حاطين اسئله من غير الموضوع ديال الامراض، من مورا ان شاء الله اللايف راه غادي نحاول انني نجاوب عليها باش نخليو الاخ وخرج صافي. بالنسبه للاسئله الاخرى ان شاء الله راه كنرجع انا اللايف وكنجاوب على الاسئله كاملين اللي لقيت ما مجاوبش عليهم الاخ فؤاد ولا شي واحد، راه كنعاود نجاوب عليهم كاملين من الاول حتى الاخر. داكشي علاش كنت باغي ندير غير الاسئله اللي عندهم علاقه بالامراض. بارك الله عليك السي فؤاد. اخوان كيبان لي واقيلا الحلقه وصل للاخر ديالها، راه حنا درنا واحد ساعتين ديال الديريكت. ان شاء الله الاخوان الموضوع ديال الحلقه الجايه اختاروا نتوما الموضوع اللي بغيتوا تدويو عليه باش نختاروا الموضوع اللي غندويو معاه ان شاء الله على حساب هذاك الموضوع اللي اختاريتو نتوما، على حساب الموضوع اللي بغيتوا تدويو فيه ان شاء الله واللي بغيتونا نتحدثوا فيه. غنختار انا واحد الموضوع اللي كنعرف يدوي معنا في هذاك الموضوع اللي انا غنعرفو انه غيدوي معنا في هذاك الموضوع وغادي يشرح لنا بصفه عامه كما اختار لنا اليوم السي انس بارك الله عليه موسوعه في هذا الامر ديال التشخيص ديال الامراض والطريقه ديال العلاج ديال الطيور. ونتمنى تكون الحلقه مفيده، وكما قال الاخ فؤاد تبقى مرجع للاخوان اللي بغى شي دواء من هذه الادويه اللي سمعنا، راه يقدر يرجع اللايف ويسمع السؤال يكتبه ويقلب في الانترنت راه غيخرج ليه المنتوج، راه كلشي ولا موجود وكلشي معروف. دابا مشات هذيك الوقت اللي كنا كنبغيو شي برودوي كنسافروا ليه ولا كنعيطوا على واحد من فرنسا ولا من سباليون باش كيصيفطوا لينا، كلشي ولا موجود. وشكرا للاخوان على التفاعل ديالكم وشكرا للكاملين. فرجه ممتعه ان شاء الله، والمره الجايه ان شاء الله باذن الله راه كما قلت لكم حاولوا انكم غندير واحد البوست باش تختاروا لنا الموضوع ان شاء الله ديال الموضوع الجاي باذن الله. السلام عليكم الاخوان.